برحب بحضراتكم مرة تانية. والبيت الكبير فقرتنا الحوارية الرئيسية دي مع واحد من نجوم النادي الأهلي اللي كان الحقيقة ليهم بصمة واضحة في التتويج ببطولة الدوري الممتاز. واحد يعتبر من الأعمدة النهاردة الأساسية أو الرئيسية وبيعتمد عليهم الجهاز الفني للفريق بشكل كبير، والحقيقة أنه بشهادة الجميع وبشهادة الجمهور فهو قدر أنه ينجح في أنه يعيد الاتزان لوسط الملعب مرة تانية. كمان اللاعب اللي معانا النهاردة ده هو اللي اكتشف نفسه وهو اللي أظهر قدراته الفنية أو البدنية الرائعة، ونجح في وقت قليل قوي أن يكون ضمن صفوف المنتخب الوطني. النهاردة معانا الكابتن الرائع والمتميز حمدي فتحي. ألف مبروك. الله يبارك فيك. الحمد لله، مبروك لينا كلنا. مبروك لينا كلنا، منور البيت الكبير. ده نورك طبعا، ومبسوط إن أنا موجود معاكم النهارده، وبشكركم طبعا على المقدمة الجميلة دي، وبقول لكم ألف مبروك على التطور الكبير في قناة النادي الأهلي، وإن شاء الله من تقدم لتقدم. كابتن حمدي، الاستوديو كبير قوي وأنت صوتك واطي قوي. فيعني حاول كده معانا ترفع صوتك عشان نقدر إن شاء بس الله. نسمعك. حمدي منورنا طبعا ومشرفنا في البيت الكبير في بيتك في قناة النادي الأهلي. وخليني قبل ما نبدأ معاك الحوار أقول لك أنت عملت معادلة صعبة جدا. أنت من اللعيبة القليلة حمدي أنك دخلت قلوب الجماهير الأهلوية بسرعة جدا لمستواك الفني المتميز. وكمان في حاجة مهمة أكيد أنت عارفها وكل الناس عارفاها، قلبك. أنت راجل جوه الملعب مقاتل، والنادي الأهلي كمان وجماهير النادي الأهلي مش ناسية لك أن في عروض كمان كتير، وأنت كنت مصمم بشكل كبير جدا أنك تكون موجود في صفوف النادي الأهلي. فبنقول لك مبروك الدوري، وجماهير النادي الأهلي يعني بتحبك علشان النقطة اللي كلمتك فيها أن أنت راجل في الملعب، وإن شاء الله بإذن الله ده ينعكس على ادائك ان شاء الله الفتره اللي جايه، وتفرحونا بقى بافريقيا باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن باذن الله. احنا يعني الحمد لله على الدوري طبعا، ودلوقتي احنا مركزين في بطوله كبيره يعني غايبه بقالها فتره على جمهور النادي الاهلي وعلينا شخصيا، وكلنا بنتمنى ان هي تكون من نصيبنا السنه دي، وان شاء الله تكون من صالحنا. احنا هنتكلم على البطوله الافريقيه وهنتكلم على حاجات كتير قوي ان شاء الله معاك يا حمدي، لان الناس كمان منتظرينك، واحنا سعداء انك تكون موجود معانا. نروح للتقرير طبعا عن كابتن حمدي فتحي ونرجع مع حضراتكم. منذ عودته لصفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بعد فترة غياب طويلة استمرت لنحو 300 يوم بسبب الإصابة، وهو عنصر دائم في تشكيلة السويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق، والذي يضع ثقته فيه نظرا لإمكانياته المتعددة وموهبته الكبيرة. لاعب وسط الأهلي ومدفع القلعة الحمراء الجديد حمدي فتحي. ولد حمدي فتحي في الأول من يناير عام 1994، وبدأ المشوار الاحترافي مع كرة القدم من صفوف الناشئين بنادي دمنهور وهو في 11 من عمره، وفي سن 19 تم تصعيده للفريق الأول بدور المظاليم، حيث قاده للتأهل إلى الدوري الممتاز في موسم 2014-2015. تألق اللاعب ولفت أنظار أندية الممتاز بعدما شارك في 30 مباراة وسجل 3 أهداف، منها هدف في مرمى المارد الأحمر، كما صنع 4 أهداف أخرى لزملائه على الرغم من أن مركزه الأساسي هو لاعب وسط مدافع. وفي نهاية الموسم هبط دمنهور للمظاليم مجددا، لينتقل حمدي فتحي لصفوف نادي إمبي في عقد لمدة 5 سنوات، ويبدأ معه موسم 2015-2016. بعد موسم واحد تمت إعارته إلى بتروجيت، حيث قدم واحدا من أفضل مواسمه ليعود في النهاية لصفوف إمبي. وعقب تألقه في موسم 2017-2018 طرق الأهلي بابه بقوة، لكن مسؤولي إمبي رفضوا رحيله. ولكن في النهاية في الانتقالات الشتوية بشهر يناير عام 2019
انتقل اللاعب لصفوف الأهلي في صفقة لمدة 4 سنوات ونصف. الله عليك يا ولد، الله عليك يا ولد، تسلم رجليك يا ولد، يا حمدي يا فتحي، حمدي فتحي ايه؟ حمدي فتحي الراجل ايه حلها؟ حلها بقول لكم هداف. حمدي فتحي احد عشاق القلعة الحمراء منذ الصغر، حيث كان يتمنى اللعب بقميص المارد الاحمر يوما ما، وعندما كان في صفوف المنتخب الاولمبي وهو لاعب في العاب دمنهور، تلقى عرضا من الغريم التقليدي الزمالك، لكنه رفض وفضل الانتقال لصفوف إنبي تحت قيادة طارق العشري. كانت بداية إعداد اللاعب ليكون حلقة جديدة في سلسلة انتصارات المارد الأحمر من خلال محمد يوسف ابن الأهلي، والذي كان يتولى تدريب بتروجيت في الوقت الذي لعب فيه حمدي فتحي للفريق البترولي، وكان أحد الذين تواصلوا مع اللاعب لحسم انتقاله للقلعة الحمراء والضغط على مسؤولي إنبي للرحيل. وبعد الانضمام تعرض فتحي لإصابة بالغة في الركبة ليغيب نحو 10 أشهر قبل أن يعود في الموسم الجاري، ويصبح أحد ركائز القوة في خط وسط المارد الأحمر وقاعدة صواريخ جديدة للفريق. برحب بك مرة ثانية كابتن. يعني يمكن توجت مع الفريق ب3 بطولات، والحقيقة أنت يعني من اللعيبة المتميزة جدا والمقاتلين جدا في الملعب، ويمكن بتحظى بشعبية مش بس جماهيرية حتى على مستوى المدربين. يعني أنت حتى أي مدرب يجي لازم يجدد فيك الثقة، لازم يعتمد عليك في التشكيلة الأساسية، فبتحظى بثقة المدربين أي مدرب بيجي. الحمد لله طبعا، يعني أنا جيت الأهلي من سنة تقريبا. الحمد لله، يعني أنا أول ما جيت كان في فترة صعبة في الأول شوية، أن أنا اتصبت وكان ماسك ساعتها مستر لاسارتي، فأنا اجتهدت بصراحة، كنت بتمرن كويس لحد ما جات لي فرصتي ومسكت فيها، عشان أنت حضرتك عارفة أن النادي الأهلي كله نجوم، يعني ما بيقفش على حد أكيد. عموما ولازم الواحد يحارب ويقاتل عشان يبقى موجود في وسط المجموعة، يعني الحمد لله، يعني لحد دلوقتي، يعني حتى لما رجعت من الإصابة يعني الواحد بيلعب أساسي بس بيحارب أنه يبقى موجود برضه في الملعب. يعني ده مهم يا حمدي، زي ما قلت لك يمكن من مميزاتك، وهنتكلم عن مشوار الدوري ونتكلم على استعدادات الفرقة، لكن خلينا نتكلم ان مميزاتك حتى الحتة القتالية شوية، انك بتلعب بقلبك بمعنى اصح، بجانب طبعا النواحي الفنية. انا قلت في الاول ما قدمتك، قلت لك انت الجماهير حبيتك عشان حسينا ان انت يعني دخلت بسرعة جدا واندمجت جوه المجموعة وروحك القتالية كانت عالية جدا. عايز اعرف زي ما انت بتقول احساسك، ولغايه دلوقتي بتتمرن بقوه عشان حاسس ان انت لسه يعني عندك كتير. دخولك بس الفرقه، يعني برضو انت جيت من نادي مع الاحترام كل الانديه، لكن دخولك فريق النادي الاهلي بنجومه كنت مستعد له ازاي؟ والله كابتن انا جيت، الواحد بفكر يعني تفكير ان لازم يبقى كان بيتمرن في انبي بنسبه 100%، لا لازم اجي النادي الاهلي اتمرن بنسبه 200% عشان في وسط نجوم كبار. يعني انا جيت كان نجوم كبار في الفرقه ان الواحد يبقى موجود في وسطهم بس، يعني فكله بيبقى بصالح للنادي الاهلي. يعني كلنا بصراحه بنتمرن، اللي بيلعب واللي ما بيلعبش كله بيتمرن كويس جدا ان احنا في الاخر نحقق حاجه كبيره للنادي الاهلي. انت المشوار النهارده علشان البطوله الاخيره اللي انتوا طبعا حققتوها وفرحتوا بيها جماهير واسعدتوا بيها جماهير النادي الاهلي، البطوله رقم 42، اكيد كان في ازمات بتحاصرها، مش بس ازمات واشاعات زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل. عايزك تكلمني وانت لعيب لسه صغير في السن، انت بشكل شخصي يا حمدي تعاملت ازاي مع الازمات اللي حصلت الموسم الكروي ده، وكمان مع الاشاعات كنت بتعمل ايه؟ انت بصفه شخصيه انت بتعمل ايه؟ والله بصي، انا الفتره اللي فاتت كلها كانت فتره صعبه علينا كلنا، يعني فانا كنت مصاب، وكانت اهم فتره ليا ان انا ارجع تاني، وكان كل حاجه قافله. يعني انا بصراحه ما كنتش لاقي ان انا في مكان اتمرن فيه او مكان ان انا اجري فيه، وكنت المفروض ان انا ابدا اجري الدنيا كلها بالظبط، الدنيا كلها كانت مقفوله. فالحمد لله ان الدنيا رجعت، وان كان في كلام كتير ان الدوري مش هيرجع، وفي الاخر احنا كان عندنا ثقه كبيره ان الدوري هيرجع تاني، وان احنا كده كده يعني ان شاء الله زي كل سنه ابطال الدوري. يعني كانت ظروف صعبه بتمر بيك شخصيا من خلال ظروف الاصابه.
نفس الوقت عندك الاراده انك بترجع تاني وبتحط رجلك، والميزه كمان انك بترجع ما بتاخدش وقت، انك يعني راجع حتى من اصابه ما شاء الله بتخش الفرقه بتعمل شكل كويس وبتعمل اداء كويس. لكن خلينا نتكلم على الاجواء العامه اللي كانت بتحيط بالنادي الاهلي الفتره اللي فاتت، المشاكل في السوشيال ميديا اللي كانت بتحيط ببعض المشاكل، اذا كان على مستوى الاداره، على مستوى اللاعبين، على مستوى انتوا كلاعيبه كنت بتتعاملوا ازاي في الجزئيه ديت، ويعني قدرتوا رغم كل دوت ان انتوا كمان بتحققوا نتائج كويسه على مستوى الدوري. والله يا كابتن انت حضرتك عارف النادي الاهلي يعني لعيبه النادي الاهلي بتبقى مركزه في شغلها اكتر، احنا يعني عن نفسنا ما بنركزش في السوشيال ميديا، بنركز في شغلنا. حتى كابتن محمود الخطيب والكباتن الكبار في الفرقه على طول بيكلمونا، بنتكلم في النقطه دي ان احنا ملناش دعوه يعني، حتى لو يعني بيكون في اجتماعات يعني كل فتره يا جماعه خلي بالكم في حاجه بتحصل، خلي بالك يعني ده شيء مهم. حتى يعني السنه اللي فاتت كمان في دوري السنه اللي فاتت كان الموضوع اصعب من كده، كان كنا يعني كان فارق 8 بونت والحمد لله فرقنا وكان معمول علينا 8 كان معمول علينا حمله كبيره قوي، بس احنا كنا مركزين في شغلنا لحد اخر دقيقه في الدوري، والحمد لله يعني خدنا الدوري في الاخر. السنه دي نفس الكلام برضو يعني اتعمل علينا برضو حمله الفتره اللي فاتت، حمله كبيره على اللعيبه كلها، بس احنا عموما لا بنركز في شغلنا اكتر يعني. بس انت برضو يعني عشان يعني انت دلوقتي النهارده معاك التليفون في ايديك، فمش بعيد عن يعني خلاص هو في ايدينا كلنا، فطبيعي ان انت يعني غصب عنك هتدخل تشوف ايه اللي بيتقال، هتدخل مين بيعلق، مين بيقول ايه، فده بيحصل اكيد غصب عن الواحد. اكيد بيحصل، بس احنا عموما وده عليك اكيد بيحصل، اكيد في كل العالم بيحصل، بس عموما احنا برضو بننزل الملعب لازم ننسى يعني لازم نركز في الحاجات دي عشان هتأثر علينا نفسيا ومعنويا. فاحنا بصراحه حتى على طول يعني الكباتن الكبار في الفرقه لا كلهم بيتكلموا معانا في النقطه دي، ان احنا لازم نسيب السوشيال ميديا على جنب وننزل الملعب لا نركز في شغلنا. الاوقات كانت اوقات معينه بيجي مثلا كابتن وليد او كابتن شناوي يعمل اجتماع، تفتكر الاوقات دي كانت امتى؟ خاصه يعني احنا مرينا بتحديات كتير على مستوى زي ما بقول لك على مستوى الاداره وحتى على مستوى اللعيبه نفسها، الاجتماعات دي كانت بتبقى حاده امتى، او الكلام بيبقى حاد ساعات بيبقى في مواقف حاده كده؟ بالظبط يا كابتن، كان الفتره الاخيره شويه عشان كان الكلام كتير علينا كلنا. مظبوط، كان معمول علينا حمله كبيره، بس لا بيتكلموا معانا على طول بصراحه، وهم احنا بنحترمهم وهم نجوم كبار يعني واسماء كبيره، فاحنا عموما لا بنحترمهم وبنحترم كلامهم وكلنا بنسمع يعني. احلى حاجه في لعيبه النادي الاهلي كلها ان هي بتسمع كويس يعني. قول لي تاثير النهارده اللقب ل 42 واحنا خلاص يعني احنا بنتكلم تقريبا في شهر بنتكلم عن بطوله افريقيه مهمه جدا للاهلي، قد ايه اللقب اللي اتحسم ده كان مهم جدا ان احنا نحصل عليه علشان اللي جاي الاصعب اللي جاي. بالظبط يعني احنا كنا مركزين ان احنا نخلص الدوري الاول عشان نستعد لافريقيا كويس، واحنا دلوقتي بصراحه يعني من بعد ماتش المقاصه تقريبا كان خلاص يعني الدوري حسمناه، ان احنا كلنا قعدنا مع بعض تاني يوم لا لازم نركز الفتره اللي جايه ونستعد كويس جدا عشان بطوله افريقيا يعني معروف غايبه بقى لها فتره عن النادي الاهلي، فان شاء الله تكون من نصيبنا يعني. اكيد ان شاء الله باذن الله كلنا ثقه، ولسه كنت بتكلم قبل ما اجي طبعا كان مباراه الوداد والرجاء كانت شغاله وانا شفت المستوى الفني، وانا باكد وانت كمان تاكد وتطمن جماهيرك لما ان شاء الله كل واحد بيكون في مستواه الطبيعي ومستواه العادي اعتقد ما فيش خوف. لكن خلينا نتكلم برضو معاك يا حمدي ان في قلق الى حد كبير يعني الجماهير بتتفرج علينا مش عايزين لا في قلق، وانت حاسس بالقلق ده شويه من خلال اهتزاز بعض الاداء شويه، النتائج الحمد لله كويسه لكن الاداء. خليني اخد منك فتره النادي الاهلي قبل كورونا، كان في فتره تفوق هايل جدا على مستوى الاداء، وايه اللي حصل بعد كورونا بعيدا طبعا ان كورونا اثرت بشكل كبير على الاداء البدني، لكن في فرق يا حمدي انت شايف الفرق ده ازاي؟ انت حضرتك يا كابتن عارف يعني احنا قعدنا 3 شهور كل الفرق قعدت 3 شهور في البيت، نفسيا كان الموضوع صعب واحنا كنا فارقين جدا في نفسيا ومعنويا وفنيا على فرق افريقيا اصلا عموما. فحتى لما رجعنا يعني حضرتك شايف الاصابات كم الاصابات اللي حصل عندنا وزي ما حضرتك بتقول يعني كان علينا ضغط كبير الفتره اللي فاتت ان
لا كان في اصابات كتير قوي والحمد لله يعني احنا ابتدينا دلوقتي ان احنا نرجع تاني واللعبه بدات ترجع يعني شفنا كله حسين راجع وكهربا الحمد لله رجع ويعني واحمد الشيخ كان متعور ورجع بالظبط شحات بدا امبارح يعني وكذا حد لما يرجع لمستواه مع الوقت ان شاء الله لا يعني افريقيا الموضوع هيختلف اكيد يعني هيختلف نفسيا لينا اصل تحدي قبل اي حاجه تحدي ما بيننا اصلا ما بين اللعيبه بتقولوا ايه لبعض لا هو تحدي كبير ان احنا نفسيا ومعنويا لا لازم ناخد البطوله حتى لو احنا مش موفقين فنيا لا لازم نموت نفسنا ان احنا ناخد البطوله دي ان شاء الله يعني. انت عارف على الجانب الفني كمان سهام في نقطه بتبقى مهمه وحمدي اكد لي النقطه ديت ان ساعات وارد تبقى على المستوى الفني او بالظبط اقل شويه مش اقل من الولاد طبعا لكن مش موفق شويه لكن كلامهم قبل وتحضيرهم للمباراه والقلب اللي بيلعبوا بيه والروح دي بتعوض جزء كبير بالظبط يا كابتن حضرتك عارف ان الفرق الكبيره في اوقات مش هتبقى موفقه بس انت يعني تعرف تكسب ان انت المهم ان انت ما تبقاش موفق بس تعرف تكسب الماتش يعني صحيح صحيح فايلر لما بيقعد معاك بشكل شخصي ايه اهم النصائح اللي بيقولها لك يا كابتن؟ لا هو على طول بيتكلم معايا هو شخصيا على طول يعني هو بيحبني اصلا انا عارفه متحمس لك قوي بيقول لك ايه؟ على طول بيتكلم معايا فنيا ونفسيا وحتى بعد الاصابه يعني انا الراجل يعني هو ساعدني كتير بصراحه بعد الاصابه وانا لسه ما رجعتش لمستوايا وهو عارف كده والناس كلها عارفه كده بس هو بصراحه لا بيتكلم معايا كتير وعارف يعني عارف مستواه كويس فبصراحه بيساعدني يعني فتره فاتت دايما كلها. داعم ليك بيقول لك ايه برضه ما هي حاجات فنيه لا طبيعي طب على المستوى النفسي حتى يعني لا هو متحمس له مؤمن بيه بيبقى احساس يعني هو حمدي بيتكلم على احساس بيبقى ساعات هو اللعيب بيحس ان المدرب ده عنده ثقه فيه من خلال هو بيحس فيه من اهتمامه بيه اوقات الاصابه بيسال عليه على طول ممكن يقول له يلا مثلا يلا مستنيينك عشان أيوة. تلعب الجزء ده بيبقى جزء نفسي غير النواحي طبعا الفنيه هنتكلم عليك فيها لكن على المستوى النفسي هو حاسس ان بايلر كان بيثق في قدراتك يعني الفتره اللي فاتت كان بيتكلم معايا كتير والله يا كابتن ان هو ان انا عارف ان انت لسه ما رجعتش لمستواك وانا عارف ان انت هترجع وانا مش هسيبك لما ترجع لمستواك الاحسن بس يعني بس انت مستوى الحمد لله وصلت لدرجه مش هقول لك يعني انت في التوب فورم احسن من كده شويه لكن انت على يعني وصل 80% ال 20% دول الاصعب بس الواحد لسه برضه قعد 9 شهور ما بيلعبش ماتشات فترة ضغط ماتشات الفتره اللي فاتت ورا بعض حتى هو جه اتكلم معايا الماتش اللي فات ان هو عايز يريحني عشان خدت كذا ماتش ورا بعض فقعدت فتره برضه ما بلعبش وجيت لعبت كذا ماتش فبرضه هو الروتيشن يعني اللي بيتكلم طبعا زي ما بيتكلم معاك بيتكلم مثلا مع اللعيبه لان احنا شفنا موضوع الروتيشن ده خاصه في الفترات الاخيره بيعمله بشكل جيد يعني وموصل احساس ان انتوا ما فيش عندي لعيب اساسي واحتياطي كل الناس فموضوع الروتيشن ده انت شايفه ازاي من خلال سياسه بايلر للفرقه؟ لا هو الروتيشن الفتره دي اكيد مطلوب يعني هو برضو المدير الفني فبيبقى شايف اكتر بس اكيد مطلوب يعني انا الماتش اللي فات كنت محتاج ان انا بقالي فتره بلعب ماتشات محتاج تريح انت حاسس عايز تريح محتاج ان انا كان ماتشات انت حضرتك عارف يا كابتن ماتشات كل يومين فضغط الماتشات واحنا كان لعبنا بتاع 4 ماتشات ورا بعض بنسافر اسكندريه وبنرجع وبنسافر ونرجع فلا اجهاد كان قوي يعني. عملت تناغم او في كده حاله من الانسجام ناس كتير قوي ملاحظاها ما بينك وما بين عمرو السولية وإليو ديانج شوية كلمني عن الموضوع ده لأنه حصل في فترة قصيرة جدا فترة وجيزة جدا إزاي حصل ده ما بينكم ما بين بعض بس يعني أول ما جيت لعبت مع السولية على طول يعني فالسولية أصلا في الملعب بيريح وفي يعني. شبه منك أصلا شوية فإحنا أصحاب جدا على فكرة وأنا مع المستوى شخص بحبه جدا وهو بيحبني دي حقيقة من أول ماتش ليا كان المقصة لعبت أنا والسولية فقعدنا فترة نلعب مع بعض ف يعني الحمد لله يعني كان بقى في انسجام كبير يعني ده جه بقى من ايه ان انتوا بتتكلموا كبير كتير في يعني في التمارين بره التمارين انتوا اصلا اصحاب ولا جه ده لا احنا بره اصحاب وفي التمرين برضو ان احنا بنتكلم كتير حتى في التمرين لما بنلعب مع بعض بنتكلم كتير لازم نضغط كده ونقفل كده لا هو بيتكلم معايا كتير حتى اول ما جيت لا كان هو اكتر الناس بيتكلم معايا يعني طبيعه البوزيشن كمان بتفرق اي انتوا الاثنين بتلعبوا جنب بعض فلغه الحوار ده لازم تكون موجوده لكن خليني ايد كمان لما انتوا كمان بتكون العلاقه كويسه وتبقى عن يعني لعبت معاه قبل كده وهو اصلا
يعني اصحاب خارج الملعب، فدي بتسهل عمليه التفاهم جوه الملعب شويه. موضوع الثلاثي اللي انتوا ساعات لعبتوا بيه، يعني لعبتوا ثلاثي في وسط الملعب، حمدي فتحي بالنسبه له البوزيشن المفضل ليه، انت طبعا مدافع، لكن شفنا ما شاء الله في الفترات الاخيره انك بتلعب البوكس تو بوكس، بتلعب بتوصل لجوه ال 18 وترجع تاني. احكي لي ايه البوزيشن اللي انت بتحس ان هو لا، ولما تكون بتلعب مع عمرو السوليه وديانج وانت ثلاثه، ولا بتحس ان انت اثنين ايا كان مين اللي جنبك، عمرو السوليه وديانج، بتحس براحه اكتر في الملعب يعني؟ والله كابتن هي مش شرط يعني، ديانج لعب جنبي، لعبنا جنب بعض وكنا الحمد لله كويسين جدا، والسوليه نفس الكلام، ونفس الكلام مع عمرو بالظبط. يعني انا عن نفسي بحب الاثنين، بحب المركزين يعني، فلما بلعب 8 عشان بزيد كتير، فبحب بحب ادخل ال 18 كتير، وبحب 6 يعني. انا اول ما لعبت بقى لي فتره طويله بلعب رقم 6 اللي هو الثابت ده، حتى اول ما جيت النادي الاهلي بلعب 6 يعني، حتى اللي لعبني في 8 الفتره الاخيره كابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري لعبني هو اللي اول واحد قال لك ممكن ازقك ل 8 يعني، يعني الرقم هو كان بيلعبني على طول 8 في الماتشات. بس هايل انك بتلعب باثنين بوزيشن وخاصه في وسط الملعب يعني. ده شيء حلو قوي، وكمان بيبقى فيه مرونه تكتيكيه في الملعب بتحس بيها، ممكن حد يخرج يبقى انت تلعب ثاني ترجع 6 8، فالموضوع الموضوع بالنسبه لك وكمان بالنسبه للفرقه مهم انك بتلعب في اثنين بوزيشن بشكل جيد يعني. الحمد لله يا كابتن، وان شاء الله يعني نقدر نخدم النادي الاهلي يعني الفتره اللي جايه. لا ان شاء الله. احنا معانا على التليفون دلوقتي دكتور محمد وفائي المعالج الخاص لكابتن حمدي فتحي على التليفون. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك ومبروك طبعا على التتويج، ومبروك لكل الأهلوية. كنت طبعا يعني عايزه كنت اتكلم مع حضرتك عن الحاله، طبعا الحاله الصحيه او الفتره العلاجيه اللي كان بيمر بيها كابتن حمدي في الفتره الاخيره كمان. اول حاجه انا بحب يعني اسلم على الكابتن هاني رامي. مساء الخير يا دكتور، اهلا منور. ازي حضرتك كابتن؟ منور منور بيتك في قناه النادي الاهلي يا دكتور، واحنا كلنا ثقه فيك، معاك يعني كان بتعالج كنز كبير جدا، وواثقين طبعا في قدراتك، واثقين كمان في حمدي. كان بيشوفنا اكتر ما بنشوف عيالنا. والله يعني صراحه كابتن حمدي احسن الناس اللي انا اتعاملت معاها في الكوره، يعني راجل محترف بمعنى الكلمه. احنا قعدنا مع بعضينا من اول الاصابه تاني في شهر 11 بتهيألي لو انا فاكر صح. راجل كان بيجي يعمل سيشن بتاعت العلاج الطبيعي في النادي وبره النادي معايا، ومكملين مع بعضينا مشوار كده من اوله لغايه بتعليمات الدكتور بتاعه في المانيا. والحمد لله عملنا شغل كويس جدا. هو كان مثال للعيب المحترف اللي عايز يرجع الملعب 100% حتى في فتره الكورونا. يعني مش عايز اقول لحضرتك يعني احنا كنا عاملين مكان كده لنفسينا انا وهو، الدنيا كلها ضلمه وبنقعد نتمرن وبنقعد نعمل سيشن، يعني حاجه كده كانت جميله يعني ما شفتش كده في حياتي صراحه. هو يا دكتور كان يعني بيشوف حضرتك اكتر ما بيشوف اهله، والعكس كمان يعني حضرتك كنت بتشوفه اكتر فترات. قعدنا مع بعض 6 شهور يعني صراحه، يعني هو انسان محترم، هو يستاهل اكتر من اللي هو فيه. ربنا يبعد عنه الاصابات ويخليه دعم لينا كده في النادي يا رب. ودعم في وسط الملعب دي حاجه تكنز معانا كنز صراحه. والشخصيات اللي زي حمدي من الشخصيات كمان اللي بتساعد الطبيب، يعني انت لما بتلاقي لعيب بالظبط يعني الفترات خلي الدكتور يعني شغله يبان على طول ويخليه يعني يبقى يطلع زي يبقى سوبر ستار في المهنه بتاعته لو معاه لعيب محترف زي. صحيح يعني الالتزام، وكمان قدرته انه يعني قدرته على التشافي بتبقى اسرع شويه، ويبقى كمان على مستوى انت اكيد ده حسيته من خلال رغبته انه ساعات ما تعبكش شويه في عمليه الاستعجال. انا عارف لعيبه الكوره دايما بتيجي على اخر 10% كده يقول لك الخامس الشهر السادس اكني بتعامل معاك الصغير. يا كابتن ايه يا دكتور عايز ينزل الملعب مظبوط. كان بيقول لك ايه يا دكتور؟ من الشهر الخامس للشهر السادس ده حضرتك اجني يعني يقول لي طب انا هجري بكره يا حبيبي لسه فاضل اسبوعين. يقول لي طب هي هتفرق على ايه الاسبوعين؟ اقول له لا دي كتير احنا ليه مستعجلين؟ احنا مش مستعجلين في حاجه. بعد كده اول ما الكورونا يعني رجعنا التمرين في النادي، طيب انا عايز انزل التمرين. طب عايز العب دايره، ما هو اكيد جاب في سيره الدايره. طب ادخل التقسيمه وابقى اشوف. ايوه حبيبي لسه يا كابتن مش هينفع. بس صراحه يعني هو كان كل مره بيطلع اللي جواه، بس كانت تسمع كلامك متحمس بس مش متسرع. ما الحمد لله دينا شفنا، ولو كانت اتسرع يعني حضرتك اللي بتفرمله.
حقيقي. اه انا والدكتور خالد يعني بصراحه الدكتور خالد يعني كان برضه ماسك معايا دكتور معلم معايا يعني. ده مهم جدا ان كمان في الفتره وحمدي يعني انا مريت بنفس الظروف يعني وكنت مستعجل جدا. الواحد بيبقى يقول لك طب ان شاء الله العب دايره، طب اخش في تقسيمه صغيره، فكل دوت احساسه وحماسه انه عايز يشارك وعايز يرجع للملعب ده شيء مهم جدا. لكن كمان على المستوى الطبي اعتقد انت قمت بدور كبير كابتن محمد، وكابتن والدكتور خالد كمان قام بدور كبير جدا. صراحه يعني هو انسان محترم واحنا نخدم النادي الاهلي حضرتك في اي وقت واي حد واي مكان يعني نقدر فيه نساعد النادي الاهلي واللعيبه بتاعتنا ان هم يبقوا واقفين على رجليهم عشان نحقق كل البطولات. وانا الحمد لله يعني انا اول سنه ليا في النادي، دي اول بطوله اخدها بطوله الدوري. دي يعني بالنسبه لي حاجه في السي في، يعني انا اصلا ما يعني شرف الواحد يعدي جنب سور النادي الاهلي زي ما اللعيبه بتقول. ده برضه في الطب يعني اقصى طموح دكتور العلاج الطبيعي الصغير يقول لك في يوم من الايام ابقى اخصائي العلاج الطبيعي للنادي الاهلي فريق كوره فريق. وفي الاعلام برضه يا دكتور محمد. الحمد لله والله. منور النادي الاهلي. شكرا ليك يا دكتور. شكرا شكرا جزيلا دكتور. اشوفك بكره. هلا بيشوفك بكره الساعه كام يا دكتور؟ الصبح بدري بقى. لا طبعا فتره الاصابه فتره كانت تقريبا من اصعب الايام واصعب اللحظات اللي عدت عليك، لان كمان انت بتقعد فتره طويله جدا بتتعالج، فاليوم اللي ما بتعملش فيه حاجه اكيد بيعدي 24 ساعه ل 24، يعني كانهم 48 ساعه في اليوم مش 24 ساعه. قول لي اللحظات بقى دي كانت بتعدي عليك ازاي، انت واحد مصاب بقى دلوقتي وبتتعالج وقاعد ما بتعملش حاجه غير ان انت بتتعالج، كنت بتتعامل ازاي مع ده، بتعمل ايه؟ بصي الموضوع في الاول كان صعب جدا بالنسبه لي، يعني انا لما اتصبت في المنتخب فسالت الدكتور محمد ابو العيله قال لي 3 شهور، فانا قلت 3 شهور مش مشكله عادي. فبعدين بعتوا الاشاعات وبتاع قال لك 6 شهور لألمانيا؟ 6 شهور. فأنا اتصدمت 6 شهور، الموضوع صعب جدا ورحت بقى سافرت على طول بعدها بأسبوع عملت العملية. قعدت شهرين ما بحطش رجلي على الأرض. كان الموضوع صعب يعني كان الموضوع بالنسبة لي لأ يعني ما يقدرش يحط طبعا ما بلمس على الأرض شهرين خالص يعني. لما سافرت وشلت قعدت بالعكاز شوية كمان أسبوعين، وبعدين شلت العكاز قعدت بعدها 3 شهور ما هي علاج طبيعي وتأهيل بس خفيف. وقعدت جريت تقريبا في الشهر الخامس عشان كده كان الموضوع بالنسبه لي لا كان الموضوع كان صعب جدا. ما حدش شرح لك يعني ده بيبقى طب اول الصدمه اول حاجه 6 شهور دي صدمه يعني ان انت عندك اصابه تقعد 6 شهور انت على طول بتفكر وبتمر بذكرياتك 6 شهور ده يعني موضوع صعب. رحلة العلاج كمان بتبقى صعبة شوية وخاصة زي ما انت بتقول ليها مراحل، انت بدأت تجري بعد 5 شهور فانت دايما بتفكر ده انا يعني لسه قدامي كمان شهرين 3 عملية دايما كنا بنفكر ان احنا عايزين نلعب بسرعة وعايزين نخف بسرعة. فالامور ديت مرت عليك انت يعني كنت في ألمانيا ورجعت لكن حماسك في الملعب رجعك دي نقطة رجعوا ايه ده دخل على الكورونا لا ما ده حاجة تانية وما ملحقش يعني يفرح من سوء حظه هو يعني. دخل اتصاب بعد كده دخلنا في الكورونا ما لحقش يعني ما لحقش كان بيتمرن بقى في البيت بس الكورونا جت من يعني جت من حظي من حظه صح من حظ ان اجلت الدوري ان انا صح لعبت صح ان انت بقى انا لعبت لعبت بداية الدوري ولحقت الدور الثاني كله في النادي الاهلي بالظبط كان بس الموضوع كان لا الموضوع كان صعب يعني كان صعب جدا بتبقى قاعد في البيت ما بتعملش اي حاجه وما بتتحركش وماشي على العكاز وشهرين بالظبط ما بحطش رجلي على الارض. انت تعافيت قبل ما الموضوع الكورونا يبدا ولا يعني خلاص لا كان بدايتها ان انا ابتديت ان انا ايه اشيل العكاز تمام فبعدين بعدها ابتديت بقى اجري واشتغلت الشهر الخامس شهر وبعد كده بقى كورونا دخلت امتى يعني في اي مرحله من مراحل التعافي؟ شهر 6 تقريبا في نص 6 كنت تقريبا 6 شهور وشويه قعدت تاني جيت قعدت 5 شهور تاني قعدت تقريبا قعدت 9 شهور تقريبا 9 شهور قرب السنه ده موضوع صعب. طب خلينا نتكلم في الفرقه شويه ومشوار الدوري كان طويل بس الحمد لله حسمناه بشكل كويس الاستعداد على البطوله الافريقيه. انت شايف الفكر الجهاز الفني ازاي هيتعامل خلال الاسابيع اللي جايه من عمليه يا ترى روتيشن يا ترى هيدفع بالناشئين انت بتحس ايه في الملعب ومن خلال التدريبات ان فايلر رايح لفين للسكه ديت يعني هيبقى في روتيشن هيريح لعيبه هيدي
دفع للعيبه الصغيره تبدا، شايف الموضوع ازاي؟ اكيد هيعمل كده، بس انا مش عارف بصراحه هو هيعمل ايه، بس اكيد ده الطبيعي انه يعمل كده. بس انت حضرتك عارف ان انت لازم برضو تفضل تلعب ماتشات لحد قبل البطوله. اه بالظبط، التحضير للماتش. فالموضوع هيبقى برضو صعب بالنسبه له، ان هو عايز يريح، وان هو مش عايز اللعيبه برضو مش عايزنا عموما ان احنا نريح قوي. فالموضوع يجي في اول ماتش يبقى مختلف يعني. صحيح. الماتش يوم 16 تقريبا. ان شاء الله. ان شاء الله. فخلاص يعني فاضل 20 يوم. اللعيبه الصغيره اللي طالعه معاكوا شايفها ازاي؟ يعني في لعيبه في بيتمرنوا معاك؟ لا لعيبه كويسه جدا يعني. قول لنا عربي او فخري او شكري او مصطفى شوبير او حمزه. لا لعيبه كويسه جدا بصراحه، وبيتمرنوا كويس، ومستقبل النادي يعني، وبتمنى لهم التوفيق يعني ان شاء الله. شايفهم عناصر ان شاء الله جايه. ان شاء الله عناصر واعده ان شاء الله، بتبقى اضافه للنادي الاهلي. يا كابتن، طول ما هم بيتمرنوا كويس بعد كده هيلاقوا يعني. واخدين الموضوع برضو بحماسه، وشايفين اللعيبه الكبيره في الملعب، فبيحاولوا ان هم يعني يستغلوا ده او يلحقوا برضو، زي ما انت كنت بتتكلم كده، ان انت عايز تلقط بسرعه، عايز تدخل جوه الفريق باسرع وقت، فاكيد هم كمان بيفكروا بنفس التفكير ده. اكيد. انت شايف ده؟ بيفكروا كده. واحنا على طول عموما حتى اللعيبه الكبيره كلها بتتكلم معاهم ان هم لازم يموتوا نفسهم، حتى لو ما لعبوش دلوقتي بعد كده يبقوا واقفين على رجليهم، جات لهم الفرصه يمسكوا فيها. صح. اصل طول ما انت تتمرن كويس، او حد يتمرن كويس، هيجي في الماتش هيجي له فرصه، لو ربع ساعه هيبقى كويس، ربنا هيديله. صح. انت بتتمرن زي ما بتلعب؟ ها. يعني برضو من الحاجات المهمه انك بتتمرن زي ما بتلعب. في لعيبه، وانت عارف يعني، في لعيبه ساعات شويه بيبقى التمرين بالنسبه لها يعني مش بيكسله، لكن بياخدوه بشكل خفيف شويه. لكن انت ما شاء الله من اللعيبه بتتمرن زي ما بتلعب، الموضوع ده ما بيأثرش عليك بدنيا؟ ساعات بيقول لك يعني، في بعض المدربين يقول لك لا، انا حمدي انت محتاج حتى ما تاخدش تمرينه كلها، تاخد 45 دقيقه بس، وخلي 15 دقيقه تجري حوالين الملعب، وخاصه بعد الرجوع من الاصابه. لا يا كابتن، هو الطبيعي اصلا ما بي يعني الحمد لله ما بيأثرش، بس في ضغط الماتشات ان تلعب الماتشات. كل يومين، فالتمرين كده كده بيبقى خفيف يعني، ما تمرين في ريكفري. انما لو كل اسبوع، لا بتمرن يعني، في النادي الاهلي عموما لا، لازم تتمرن اكتر من الماتش عشان تبقى موجود. انت خايف حد يدوس عليك؟ لا يا كابتن، انت عارف النادي الاهلي. انا عارف. لا ده ايجابي على فكره، شيء ايجابي. كل لمصلحه النادي يعني بالزبط. بصراحه ومصلحتك انت كمان. عموما مصلحتك انت انك دايما تكون في التوب فورم يعني. طيب احنا هنتوقف هنا، ناخد استراحه بسيطه جدا، بعد الفاصل مكملين في البيت الكبير. رجعنا مع حضراتكم، والنجم حمدي فتحي معانا. حمدي، كنت بكلمك قبل الفاصل او اثناء الفاصل، كنت بكلمك على وجودك في بعض المباريات في شمال افريقيا. يعني ما لعبتش في المغرب قبل كده، في تونس، يمكن قلت لي كان مباراه في الجزائر بس. الاجواء العامه وتخيلك، ودايما بنتكلم على تخيل اللعيب، انك بتحضر للمباراه قبلها بفتره، تخيلك كده لمباراه الوداد هناك هتكون شكلها ازاي؟ انت هتحس ان في الملعب، انت متخيل المباراه رايحه في انهي سكه يعني؟ حضرتك عارف، كله عارف يا كابتن، ان الماتش صعب يعني. الماتش صعب، واحنا ان شاء الله يعني مركزين، وهنركز اكتر لقبلها كمان، هنركز اكتر واكتر، ان المباراه صعبه، ان احنا لازم نروح هناك نعمل نتيجه ايجابيه، ونيجي هنا ان شاء الله نحسم يعني. ايه النتيجه الايجابيه في وجهه نظرك يا حمد؟ لان في ناس بتقول لك نتيجه ايجابيه 0-0.
وفي ناس تقول لك نتيجة إيجابية. لا، النتيجة الإيجابية بالنسبة لي إن النتيجة نكسب. لا، نكسب يعني النادي الأهلي أكيد نكسب يعني. يعني ده رايح إن شاء الله رايحين على مكسب، لأن المكسب خلي بالك يا سامي انا بتكلم في النقطه دي ليه، لان ساعات هم اللعيبه ممكن يوصل لهم احساس ان هو شوطين، شوط رايح وشوط جاي، فعندك فرصه، فعندك اكيد عندنا فرصه ثانيه، فده ما بتديلوش دافع الفوز. على فكره انا اتكلمت مع فايلر لما كان موجود وكان تفتكر حمدي لما كان في قرار من الاتحاد الافريقي ان هتكون مباراه واحده، ان المباراه مش هيبقى في ذهاب وعاده، فاتكلمت مع فايلر فقال لي هو بالنسبه له مش ما بتفرقش كتير قوي، لانه هو بيقول لي تحضير هتبقى تحضير مختلف، لان التحضير أكيد. لمباراه واحده بتختلف عن مباراتين يعني بالظبط. فانت شايفها ازاي؟ يعني شايف لو كانت مباراه واحده بالنسبه لك كان ممكن بقى خلاص النوك اوت ونوصل للنهائي، ولا انت شايف ان وخاصه العوده في مصر يكون افضل شويه؟ لا، انا شايف ان هي مباراتين احسن، يعني ان احنا ان شاء الله نروح هناك نقدم مستوى كويس وان شاء الله نكسب، ونيجي هنا ان شاء الله يبقى هنا في وسط جمهورنا يعني. انت تابعت النهارده الوداد ورجاء ولا ما لحقتش؟ لا، ما لحقتش. ما لحقتش صح؟ لان كابتن هاني طبعا انت يمكن شفت المباراه، فكنا بنتكلم عن انه لا النهارده يمكن الاداء كان يعني اداك انت امل ان احنا يعني فرصه البطوله الافريقيه تكون قريبه بالنسبه لنا شويه. هتكلموا على دوت بس معانا مدربك طبعا كابتن سامي قمصان على التليفون. كابتن سامي مساء الخير واهلا بيك في البيت الكبير. اهلا بيك يا كابتن، تحياتي ليك طبعا، تحياتي لسام، وتحياتي طبعا للفنان الكبير كابتن محمد الفنان الكبير. انت الكبير كلهم فنانين. كلهم فنانين بالنسبه لك. كلهم طبعا، وانت كمان بالنسبه لهم فنان كبير. معانا الفنان الكبير سامي قمصان. هم الأرض. طبعا مبسوط جدا يعني بوجود حمدي معاك، طبعا واحد من اللعيبه المميزه جدا، اضافه كبيره جدا للنادي، اضافه كبيره جدا للفرقه، من الناس اللي احنا كنا متابعينها بشكل كويس، ويمكن كل الناس اجمعت ان هو لازم يكون موجود في النادي الاهلي، لان هو دي شخصيه النادي الاهلي، لعبا واخلاقا والتزاما، في كل المميزات يعني اللي بتاهله اللي هو يكون لعيب كبير ونجم كبير، وان شاء الله يعمل تاريخ كبير في النادي الاهلي. هو الثالث. ايه اكتر ما يميز كابتن حمدي فتحي كابتن سامي من وجهه نظر حضرتك انت؟ يعني هو فنيا طبعا من اللعيبه الملتزمه طبعا، خططيه جدا، من اللعيبه اللي بتعمل التزام خططي كويس، ملتزم دفاعيا، من افضل الناس اللي في قطر موجوده في مصر كله، من الناس برضه اللي بتكمل، بيقدر يحقق اهداف، بيقدر يعمل تسديدات عاديه في 18. لا، لعيب مميز، شايف فيه مميزات كبيره جدا، وبيسدد كمان. كابتن سامي شفنا جون عالمي جابه حمدي، تسديده رائعه من بره ال 18، فكمان من مميزاته. بس يزود شويه، انا بقول لك اول ما تقرب من 18 ما تخافش، صلح. هو فعلا بدا يشتغل فيها، والراجل بيتكلم معاه في النقطه ديت، هو كل يوم بيطور نفسه، ده حقيقي. كل يوم من الناس يعني، حتى في قبل التمرين وبعد التمرين على طول في الجيم، ملتزم جدا في التمرين بدري، عايش حياه لعيب الكوره يعني. واعتقد ان شاء الله ياخد مكانه كبيره في النادي الاهلي في منتخب مصر، وان شاء الله اضافه كبيره. ونقطة كمان بنأكد عليها سام، نقطة مهمة، انك قلت في شخصية النادي الاهلي، وعلى مر زمن طويل قوي كان ساعات لعيبة مميزة على المستوى الفني، ولكن ما بتنجحش في النادي الاهلي بسبب الشخصية. فحمدي عنده شخصية النادي الاهلي فعلا، دي حقيقة. مقاتل، هو كمان من الناس المميزة جدا، قريبة جدا للراجل، بيحبه جدا، على طول بثق فيه على طول. يمكن قعد فتره كده بالاصابه، او مجرد خروجه للملعب الراجل كان على طول هو موجود في الملعب، بيثق جدا وبيثق في قدراته، كلنا والله حتى اللعيبه وكل جمهور النادي الاهلي بيحبه، هو يستاهل المكانه ديت، وان شاء الله يحقق كل اللي اتمناه، لان هو يستحق فعلا كده. وخطوة كمان انضمامه للمنتخب بعد الأداء الرائع اللي كان مع النادي الأهلي، فده شيء أكيد برضو مهم في يعني في المرحلة اللي جاية كمان يا كابتن سامي. طبعا هو طبعا إضافة كبيرة لمنتخب مصر، خصوصا المكان ده مفهوش لعيبة كتيرة. صحيح. أعتقد إن هو برضو إن شاء الله ياخد مكانه، ويعمل إضافة كبيرة طبعا لمنتخب مصر، وإن شاء الله يطور نفسه أكتر وأكتر، ويزيد في نفسه والمنتخب والنادي حاجات كتير. إن شاء الله. كابتن سامي طمنا على الفرقه واخبارنا ايه، عندنا مباراه يوم السبت ان شاء الله، بنستعد لها ازاي،
وشفنا في المباراه اللي فاتت بدانا زي ما انت اتكلمت بدانا ندخل بعض العناصر اللي ما بتلعبش. محمود وحيد بدا يلعب بشكل كويس، المكاسب كان موجود ما شاء الله، تالق الشناوي، لكن كهربا دخل وانا شايف ان الكيرف بدا يعلى شويه واحرز هدف. بنتكلم على في ايجابيات كتير، استعدادنا ايه للمباراه اللي جايه ان شاء الله يا كابتن؟ يمكن انا كنت بحضرك يا كابتن واتكلمنا في النقطه ديت، وقلت لك ان الصغير كان عامل خطه بديله بقى بعد الحمد لله حسم اللقب، يعني ان احنا نبدا ندي فرص للاعيبه اللي ما شاركتش، فرص للاعيبه التانيين، وده فعلا اللي حصل. الحمد لله وحيد بدا يشارك بشكل كويس، كهرباء روعه، حسين الشحات نفس القصه، فخري خد برضه جزء من المباراه الحمد لله اضافه كبيره، مروان برضه دخل. فاعتقد يعني شفنا احمد فتحي بس في بيلعب قدام محمد هاني. دي حقيقه، هو راجل زي ما انت كل فتره كده بيحاول برضه حاجات كتيره، يعني حاجات جديده يقدر يعمل نفسه اكتر، يبقى عنده بيشوف بقى الحلول وبدائل. ممكن جدا يعني ممكن وارد انه يستخدم النقطه دي في وقت من الاوقات. يعني وانت وحضرتك عارف انت بيبقى عندك تصورات ساعات ربنا وفقك فيها وساعات بترجع تاني اللي هي التجربه ما بتنجحش، فده وارد. انما لازم انت كتدرب تدرب ولازم تدي فرص للعيبه وتشوف حلول لحد ما توصل للشكل المناسب اللي يناسب طريقه لعب وامكانيات قدرات الفريق. ودي من مميزات ان احنا خدنا الدوري بدري، ان احنا حسمنا بدري، فعندك كمان شويه نفس انك ممكن تجرب في مباراه معينه، مثلا احمد فتحي لو احتجته بقى طرفي مين ممكن ولا مش ممكن، فدي بتديك كمان رؤيه للي جاي. فكل ديت كمان من انت مرتبط بقائمه يعني معينه، مظبوط، بتكون ما عندكش حلول كبيره، فبتحاول ان انت تجيب الحلول. يعني اعتقد ان شاء الله يعني نوصل للوداد، واحنا ان شاء الله اجهز فنيا وبدنيا ان شاء الله باذن الله. نشكرك جدا كابتن سامي قمصان المدرب المساعد للجهاز الفني بالنادي الاهلي. كنا بنتكلم انت يمكن ذكر احنا في الاول كنا بنقول انه انت لعبت مع مارتن لاسارتي وفايلر والاثنين كانوا بيعتمدوا عليك في التشكيله الاساسيه، ويمكن حتى كابتن سامي النهارده دلوقتي بياكد انه فايلر كله ثقه كان فيك. يعني قول لي اوجه التشابه ما بين الاثنين وانت لعبت مع الاثنين. لا هو يعني فايلر مدرب كبير، يعني مستر لاسارتي برضه مدرب كويس بصراحه، قدم معانا نتائج كويسه، ومستر فايلر لا يعني مدرب كبير يعني على مستوى شخصي انا بحبه جدا. لا واضح انك بتحبه، بس قول لنا برضه بتبقى في انت احساسك اول يعني بتقول ده مدرب كبير ماشي علاقته بيك كويسه جدا، لكن على المستوى الفني شايف تنظيمه للعمليه التدريبيه افضل شويه، شايف تنظيمه او تحضيره للمباراه، محاضراته بتبقى شكل مختلف، النواحي النفسيه افضل، تقسيمته جوه الملعب بالنسبه للتدريب العمليه التخصصيه بتبقى افضل. يعني قول لنا انت بتقول فايلر مدرب كبير، انت شايف وانت مرنك مدربين كتير ان هو بيدينا كل حاجه، يعني في نقط انا مش انا بتكلم فيها، يعني ممكن يعني الاعلاميين او المحللين هم اللي بيتكلموا فيها وشايفين اكتر مني، بس لا هو بصراحه بيدينا كل حاجه في التمرين وبيعامل اللعيبه كويس واللعيبه كلها بتحبه. يعني نعم بتكلم عن على المستوى النفسي وعلى المستوى الفني كمان. بالظبط. ولاسارتي كان ايه؟ هو مستر سارتي كان نفس القصه، بس مستر فايلر كان يعني افضل شويه. يعني خططيا ممكن انت شايف انه يكون افضل، تعامله مع اللعيبه افضل، لكن خلينا نرجع تاني لحسم الدوري وخلينا نتكلم على ان شاء الله الماتشات اللي جايه في خلال مشوار الدوري. كابتن سامي قمصان بيقول ان وارد جدا ان احنا نجرب بعض الحاجات، وارد جدا ان احنا نغير بوزيشن، لعبنا بطريقه 4-2-3-1 واعتقد دي كان النادي الاهلي بيشتغل بيها قبل كورونا، 4-4-2 وانك بتلعب باثنين سترايكر دي اكيد بتاخد او بتغير المهام شويه اذا كان رقم 6 او رقم 8. بدات تتعود على الطريقتين، يعني ممكن جدا تلعب 4-4-2 سهل تبقى موجود في نص الملعب بشكل مهام مختلفه شويه عن 4-2-3-1. بالظبط، يعني احنا لعبنا بقى كذا ماتش 4-4-2 والراجل بيدينا يعني بصراحه بيقول لنا التعليمات قبل الماتش وفي التمرين، فبدانا لعبنا بقى كذا ماتش يعني من اول الدور الثاني واحنا تقريبا بنلعب 4-4-2 يعني، بس فحاجه كويسه ان احنا عندنا كذا طريقه ومتعودين عليها. ما بتتناقش يعني معاه مثلا يا حمدي لا انا شايف نفسي مش هقدر في ده، يعني لغه الحوار دي بتكون طبيعي، هي شيء ايجابي يعني عشان الناس ما تفهمش غلط انك بتكلم المدرب، لا طبيعي جدا انك ممكن جدا عندك احساس كلاعب
تقول له والله لا انا ممكن في الحته دي ما اقدرش اعمل دي قوي لكن اعمل ديت، بيبقى في لغه التناقش في الحوار على الشكل التكتيكي، ولا انت بتاخد والله اعمل كده فتحي فبتحاول تنفذه؟ بالظبط يا كابتن، هو الراجل لا يعني انا ما اقدرش اتكلم معاه في كده، عشان هو بيديني مثلا يقول لي تعليماتي وانا بتقبلها وبنزل ادي وخلاص زي يعني ما بتتناقش معاه في اي حاجه. لا لا يعني في موضوع لا طريقه لعبه فنيا لا يعني عن نفسي مثلا. لا مش انت فهمت السؤال غلط، يعني انت ساعات انا مدرب ممكن يكلمني يقول لي هاني النهارده مثلا انت هتلعب رقم 6، فانا ممكن جدا ارد على المدرب اقول له اه رقم 6 ديت انا هحاول اعمل الجزئيه ديت، هي ممكن ما اديهاش 100% بس هحاول فيها. فلغه الحوار ممكن جدا اقول للمدرب لا انا عايز يعني ممكن اقول له انا شايف انه ممكن نلعب، يعني لغه الحوار دي ايجابيه، خلي بالك حمدي اللي بتكلم عليها مش سلبيه. ايجابيه يا يعني. كابتن بس حضرتك عارف في النادي الاهلي لا الموضوع مش كده، يعني انا ممكن المدير الفني لو محتاجني فين في اي مركز تاني لا هلعب يعني اكيد هادي بس مش نفسي. مكان الشناوي بس ما سيبك من الشناوي، الشناوي ماشي كويس بلاش الشناوي لا هاديها مثلا زي هو ما بيقول لي تعليماتي بس مش نفس مكاني، يعني مش نفس مش نفس الكفاءه يعني. بالظبط. وفايلر معاك انت تحديدا فرق في ادائك، يعني فرق في تطور الاداء، احكي لي بقى كان فرق يعني عامل الفرق ده ازاي مع حمدي فتحي؟ لا يعني هو اول ما جه بصراحه هو كان اول ماتش ليه كان لعبنا بره كسبنا 2-0 يعني هو كان على طول في تقريبا لعبنا مش عارف لعبنا في كينيا تقريبا كسبنا كان اول ماتش افريقيا وبعدين رجعنا على السوبر كسبنا السوبر. هو بعدها حتى بيجي يتكلم معانا، هو دايما كان بيتكلم معانا في حكايه الضغط في نص الملعب بالذات ان احنا دايما لا يعني لازم نضغط ولازم نكمل، يعني كنت بلعب انا والسولية ومكان كان مثلا السولية واقف انا اروح، كان على طول كان بيطلب مننا النقطه دي، حتى انا والسولية كان الفتره دي كنا بنجيب اجوان يعني في الاول يعني واحد يظبط واحد يكمل طبيعي كنا على طول بنكمل عشان كان دايما بيكلمنا اللي جاي من تحت مش انت مش متشاف يعني مظبوط. بس فطورنا في حاجات كتير بصراحه اول ما جه التطور ده على مستوى التكتيكي، تقدر تقول كمان الادوار اللي كان بيقوم بيها النادي الاهلي في الضغط العالي، كنا بنشوف النادي الاهلي ما بيسيبش في اوقات كتيره وخاصه اول نص ساعه بتبقى عمليه الضغط العالي، وبالتالي الضغط العالي بيبقى بدايه من طبعا راس الحربه مع الاجنحه او اول نص الملعب، الضغط العالي دوت انت كنت بتاديه بشكل جيد، لكن رجعنا تاني في اوقات كتيره جدا من ماتشات بدانا لا في مساحات في وسط الملعب، الضغط العالي مش على المستوى المطلوب. انت شايف الجزئيه دي ازاي؟ لان الجماهير بتبقى ساعات قلقانه، يعني الضغط العالي بتاع النادي الاهلي لا مش موجود زي الاول، ضغط نص الملعب لا في مساحات في نص الملعب، انا بتكلم برضو عندنا لسه ديفوهات وانا بتكلم مع لعيب كبير فتنقل انت كمان الصوره للناس يعني. اكيد فيها كابتن وفي لسه في نواقص، فاكيد ان احنا هنطورها الفتره اللي جايه وبمساعده المستر فايلر وان شاء الله يعني ان شاء الله نطورها ونقدر نوصل بصوره كبيره لمستوانا قبل كورونا وان شاء الله. انت يعني انت شايف وصلنا لقد ايه فتح؟ يعني ممكن 70% مستوانا 60% كمان يعني. يعني لسه عندنا لسه عندنا اكتر من كده يعني. يعني انت شايف ان النادي الاهلي لغايه دلوقتي 70% يعني. بالظبط لسه عندنا اكتر من كده بكتير ان شاء الله يعني خير ان شاء الله. احنا معانا دلوقتي يعني حد حبيبك قوي على التليفون، وانت كنت يعني يمكن قلته في الاول اول ما ابتدت الفقره دي. سليه من قبل ما تقول الو يا كابتن اهو الو من قبل ما تقول الو عارفك عمرو مساء الخير عليك بنرحب بيك. مساء الخير يا كابتن، مساء على حضرتك وعلى استاذ اتهام وعلى كابتن حمدي. كابتن حمدي دلوقتي برضه كابتن حمدي هنا بتضربني هناك منور يا عمرو. طبعا بنقول لك مبروك تاني، يعني مبروك على الدوري وان شاء الله باذن الله في يعني في انتظار افريقيا. حمدي كان لسه بيتكلم ان العلاقه ما بينكم بس مش في الملعب لكن كمان على مستوى التفاهم ده موجود في الملعب، لكن على مستوى كمان الصداقه دي ده بيكون خارج الملعب ودي لها تاثير ايجابي جوه الملعب. طبعا يعني كابتن يعني احنا في الملعب كلنا يعني قريبين من بعض، كلنا تيم واحد، الاعمار بتاعت اللعيبه كلها قريبه من بعض. طيب فده فارق معانا جدا في الملعب، وبره الملعب برضو اللعيبه كلها قريبه وبنحاول ان احنا نقرب من بعض اكتر بره الملعب، ان ده بي بي بيأثر علينا بحاجه ايجابيه جوه الملعب. طبعا ان اللعيبه تكون متفاهمه وقريبه من بعض وبيخافوا على بعض، الكلام ده كله بيتعكس جوه الملعب.
ايه الفرق بين حمدي فتحي واليو ديانج؟ ايه اللي بيميز كل واحد فيهم؟ لا يعني الاثنين مختلفين تماما يعني. اه حتى انا قلت قبل كده ان يعني وسط ملعب الاهلي كل لاعب مختلف يعني التاني. يعني حمدي ليه مميزات، ديانج ليه مميزات، حمدي من اللعيبه اللي هي بتبدا الكوره من صح، بتمركزه بشكل كبير بيبقى موجود في كل الاماكن في الملعب، بيجيب جوان، بيلعب بدماغه يعني مميزاته كتير. ديانج برضه صغير وقوي ومجهوده عالي وبرضه بيعمل زيادة هجومية. فيعني احنا الثلاثة او اي حد موجود غيرنا يعني اثنين او ثلاثة موجودين بيكملوا بعض، ده اللي بينجح الفرقة بتاعتنا وبيخلي لنا شكل في الملعب. ودايما خط النص دايما يا عمرو بيكون مميزات ان كل لعيب بيكون عنده حاجه مختلفه، يعني حاجه يعني دايما بنقول مش عايزين رقم 6 يبقى كوبي بيست، يعني دايما بنتكلم ان لازم يكون في اختلاف شويه. يعني مثلا حمدي بيزيد شويه وعنده تسديدات ممكن يعني ديانج ما بيعملش دي، لكن ديانج يمكن عنده قوه وانقضاض ممكن حمدي ما عندوش دي. فالتفاوت في القدرات مش القدرات، لكن كل واحد عنده مميزات فبيتكملوا بعض. ففي اي وقت يقول لك طب حمدي وعمرو يلعبوا ما فيش مشكله، طب عمرو وديانج برده ما فيش مشكله. فدي بتدي كمان مرونه وبتدي شيء ايجابي للمدير الفني. طبعا يعني هي ان انت عندك اثنين او ثلاث لعيبه بيكملوا بعض، اي اثنين منهم او ثلاثه موجودين في الملعب، فدي يعني حاجه ايجابيه للفريق وحاجه ايجابيه كمان للمدرب ان هو يقدر ينوع ويطور بشكل مستمر. حمدي ما بيتعبكش في الملعب بصراحة كده يعني؟ ايوه بتقول يعني بتحس انه بيسرح شوية؟ يعني انا لعبت في نص الملعب عارف يعني تحس انه هو يسرح شوية فانت بتشده شوية، لا اقف شوية الكلام. إيه بيسمع إيه؟ الكلام ازاي؟ لا لا هو بيسمع الكلام. لا حمدي مش يعني من اللعيبة الرجالة يعني، هو يعني حمدي صغير في السن صحيح، بس من اللعيبة اللي اي مدرب يحبها، راجل في الملعب عنده شخصية يعني حتى في أسوأ حالاته بتلاقي مجهوده موجود، يعني حتى لو مثلا مزبوط. فنيا مثلا بعيد شويه، لا بي بي بيحاول يعوض ده بالمجهود بالجري بالجري جوه الملعب. فلا حمدي يعني من الناس المحترمه جدا، من اللعيبه اللي يعني في الفتره الاخيره فادت النادي الاهلي جدا، وان شاء الله يعني يرجع احسن من ما كان قبل الاصابه، وان شاء الله واحده واحده كده ان شاء الله ويرجع احسن من الاول ان شاء الله باذن شاء الله. الله كابتن عمرو بنقول لك مبروك تاني يا عمرو وبالتوفيق، و يعني لا انا بتكلم انا مشوار مشوار الدوري، لا مشوار الدوري احنا مطمنين عليه. عايز اقول له مبروك طبعا على الهدف الرائع اللي انت افتتحت بيه مباراه امبارح برضو، وكنت من احد الاسباب المهمه جدا في تتويجنا باللقب ده انت يا كابتن عمرو. ده مظبوط. فانت يعني الف مبروك، وده اللي هيخليني انتقل معاك للملف الحاسم بالنسبه للجميع، بطوله افريقيا. شايف بنسبه كم في الميه ممكن الاهلي يتوج بالبطوله دي يا كابتن عمرو؟ هو مش بنسبه كام في الميه، هو ده حلم يعني، طبعا حلم أكيد. اي حد موجود جوه المنظومه، سواء اداري سواء العمال سواء اللعيبه سواء الجمهور الاداره، ده حلم لينا كلنا. اي حد موجود جوه النادي الاهلي حلم ان هو يتوج ببطوله افريقيا يعني. صحيح، بقى لها حوالي 7 سنين غايبه عن النادي، ووصلنا الاثنين نهائي ما كانش معانا الحظ، بس ان شاء الله السنه دي احنا شايفين ان فرصتنا مع المجموعه اللي موجوده دي فرصتنا كبيره ان شاء الله. وكل ده يعني كل ده تركيز من اللعيبه ان شاء الله ان احنا نحقق بطوله افريقيا السنه دي يا رب ان شاء الله، ونوصل كاس عالم للانديه ان شاء الله. يعني ده حلم لينا كلنا، وان شاء الله هنعمل وهنتعب عشان نوصل للحلم ده ان شاء الله. حمدي يا رب قول حاجه لصديقك. لا يعني انا من احسن الشخصيات اللي انا بحبها جدا على المستوى الشخصي يعني، والمستوى الفني طبعا يعني ما شاء الله. هو السنه دي من احد اسباب ان احنا خدنا الدوري بدري بصراحه يعني، هو وكابتن حامد الشناوي برضو يعني، من الاثنين دول يعني انا بقول لهم يا رب دايما كده مفرحينا، وان شاء الله تجيبوا لنا بطولات كتير الفتره اللي جايه. وانت معاهم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله.
عمرو شكرا جزيلا وجودك معانا في البيت الكبير، وان شاء الله منتظرينك ان شاء الله باذن الله الماتشات اللي جايه في تالق دائم، وان شاء الله باذن الله الوداد ونوصل للنهائي وناخد البطوله ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا عمرو السوليه. عمرو زي ما بقول لك من اللعيبه زي ما انت بتقول من اللعيبه اللي كانوا نجوم، وانت ذكرت عمرو السوليه وذكرت الشناوي، وقول لي كمان من خلال انت وجودك انت كمان شايف مين من اللعيبه زمايلك من النادي الاهلي كان ليهم دور على المستوى القيادي، كمان على المستوى القيادي كان دور مهم جدا، دور بيقوم بيه جوه الملعب وبره الملعب. والله كابتن كل الفرقه كانت بتجتهد من اول يوم مستر فايلر جه فيه، والفرقه كلها بتجتهد ان احنا لازم كلنا من اول يوم، عشان احنا كان السنه اللي فاتت كان الموضوع صعب شويه في الدوري ان احنا كنا واخدينها من اول يوم ماتشات كؤوس يعني. فكله كان مركز، وفي لعبة كتير بصراحة بيتكلموا يعني الكابتن وليد سليمان، الكابتن أحمد فتحي، علي معلول، الشناوي، السولية، اللعبة الكبيرة كلها بتتكلم. علي بتحس انه مصري شوية؟ علي صح مصري يعني ده يعني تحس انه فعلا ابن بلد، وتحس انه موجود في النادي الاهلي من زمان، ده احساسي وانا برا وده احساس كتير من الجماهير يعني. لا علي لعيب كبير وعلى المستوى الشخصي كله بيحبه يعني، هو شخص محترم جدا وعارف شغله، محترف بمعنى الكلمه يعني لدرجه كله زي انت حضرتك بتقول ان هو مصري يعني، بقى فاهم كل حاجه في مصر وعارف كل حاجه في الدوري. لا يعني بيقول نكت مصري دلوقتي ولا لسه ما بيقولش؟ لا ده عدت لا فعلا. طيب هنشوف بقى عدى في ايه معانا، بس فاصل صغير ونشوف يعني علي معلول عدى في ايه بس بعد الفاصل. بس لسه ما بيتكلمش مصري. مرحبا بحضراتكم مره تانية، والبيت الكبير بنفكر حضراتكم انه لقاء القمه بين الوداد والرجاء انتهى بالتعادل السلبي 0-0. طبعا برحب بكابتن حمدي فتحي مره تانية، مواجهه مهمه مع الوداد ان شاء الله يوم 16 اكتوبر. اكيد انتوا كفريق بقى على مستوى الفريق واللعيبه بتتابعوا نقاط القوه، بتتابعوا اولا الدوري المغربي، فبتتابعوا نقاط القوه والضعف في الفرق المغربيه الاخرى. قول لي كده اهم نقاط القوه والضعف اللي انت اللي لاحظتها في الدوري المغربي، شايف انت وفرقتك الدوري المغربي ازاي؟ بص احنا عموما احنا مركزين اكتر يعني، احنا عارفين ان هي فرقه قويه، فاحنا مركزين اكتر في نفسنا. احنا ان شاء الله احنا لو جاهزين فنيا وبدنيا ان شاء الله هنصعد يعني النهائي، وان شاء الله البطوله هتكون من صالحنا. بس احنا يعني الفتره دي احنا اكيد هم بيجيبوا لنا عندنا في النادي بيجيبوا لنا كل ملخصات الفرقه، وان شاء الله احنا سايبينها برضو لوقتها، ان احنا الفتره دي كنا مركزين في الدوري اكتر، والفتره الجايه اكيد يعني ان احنا هنركز اكتر بقى في بطوله افريقيا في ماتش الوداد يعني. المحاضرات الفنيه اعتقد والفيديوهات والكل دوت بتبقى يعني مش بتبقى دلوقتي، بتبقى قدام شويه قبل المباراه، ممكن تكون التحضير يبدا قبلها باسبوع، ممكن قبلها بخمس ايام، لكن تحضير النفسي مهم كمان جدا. وانا شايف يعني من خلالك ومن كل اللعيبه اللي جت بصراحه كميه الاراده والحماس والاصرار كمان، والناس كمان وانت ماشي في الشارع اكيد بتقول لك الكلام دوت، فكل ده عايز اقول لك ده بتحملك مسؤوليه، لكن كمان توصل ان مش عايزين يبقى الضغوط عاليه. الضغوط انك ان شاء الله تكسب، لكن دايما بنتكلم انك بتعمل اللي عليك، بتموت نفسك في الملعب، بتستعد بشكل كويس، وان شاء الله النتيجه بتاعت ربنا، وربنا دايما بيدي المجتهد يعني. اكيد يا كابتن، يعني احنا من طموحنا واحلامنا ان احنا بطوله افريقيا، وطموح النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. انت بتمشي في الشارع دلوقتي، الفتره اللي فاتت حتى ما كناش حصلنا الدوري كله بيكلمك على بطوله يعني افريقيا، حتى قبل الدوري. صح بالظبط، كان كله يعني كل واحد بطوله افريقيا. احنا دلوقتي بصراحه الفتره اللي فاتت كنا مركزين في الدوري، فاكيد يعني البطوله السنه دي لا يعني احنا هنموت نفسنا ان احنا لازم ناخد البطوله دي يعني، فاحنا كلنا مركزين في النقطه دي. وصل لكم الشغف الجماهير اكيد يعني رسالتهم لكم في الشارع لما بيقابلوكوا، او لما انتوا حاسين حتى على السوشيال ميديا قد ايه دي بطوله مهمه جدا للاهلاويه. اكيد، لانه كده كده اللقب يعني كان تقريبا محسوم، ده بقى تاثيره ايه برضو عليكم يعني؟ انت بقى الجماهير والناس اللي بتقابلك في الشارع وبتقعد معاك وبتكلمك بالظبط بيحط علينا ضغط اكيد، بس بيحط علينا ضغط معنوي اكبر، ان احنا لازم نركز اكتر. لو احنا مركزين مثلا بنسبه 70% لا لازم نركز 100%، ان احنا لازم البطوله دي تكون من نصيبنا السنه دي، عشان
حضرتك عارف برضه، حضرتك عارف احنا لو مش من نصيبنا انت عارف برضه نفسيا ومعنويا هيبقى الموضوع صعب يعني. فاحنا بصراحه يعني احنا مركزين، وهي اسهل سنه بالنسبه لنا ان احنا نتطوب بيها ان شاء الله يعني باذن الله. طبعا احنا دايما بنتكلم حمدي على ان دايما المباريات بتتحسم من خط النص، ولما يقول لك لما يكون خط النص خط ماسك نفسه بشكل كويس بيكون الاداء ايجابي، وعندنا رموز كتيره جدا ولاعيبه كتيره جدا على مستوى عالي جدا جدا مستوى النادي الاهلي وعلى المستوى الدولي كانوا متميزين في خط النص. معانا واحد من اللعيبه المميزه جدا جدا على مستوى النادي الاهلي ومشوار طويل وبطولات كتيره جدا جدا، وكمان على الجانب او المشوار الدولي معانا الكابتن اسامه عرابي نجم النادي الاهلي ونجم خط النص. برحب بك يا كابتن اسامه واهلا بك في البيت الكبير. اهلا وسهلا بك يا كابتن هاني، واهلا وسهلا بسهام، واهلا وسهلا بالكابتن حمدي فتحي، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين في البيت الكبير. اهلا وسهلا. اهلا يا كابتن. اهلا يا كابتن حمدي فتحي. طبعا انا بقول اهلا وسهلا بحمدي فتحي برضه. لا ده انا لا ده بقول لك بقى على مستوى الكوره احنا انت طبعا نجم كبير يا كابتن في خط النص وعندك خبرات كبيره جدا جدا، وانا كنت بتكلم مع حمدي من اللعيبه المميزه جدا على مستوى المجهود وعلى مستوى القلب، فانت من خبراتك الكبيره ديت جدا على مستوى النادي الاهلي وعلى مستوى منتخب مصر تحب تقول ايه لحمدي فتحي؟ اولا مبروك لجماهير النادي الاهلي لمجلس ادارته لكل الناس بطوله الدوري العام. النادي الاهلي خدها عن جداره وتفوق يعني من بدري يعني. حمدي فتحي يعني يمكن انا مرنته سنتين في المنتخب الاولمبي وراجل من اللعيبه الكويسين، وكنا عارفين ان هو لعيب واعد، وحتى لما راح انبي طبعا كان بيأدي بشكل كويس جدا، وبصراحه من اللعيبه اللي جت في النادي الاهلي بدون ضجه يعني. في لعيبه جت بضجه ولم يعني لسه ما استفدناش بيها على قدر الهاله اللي كانت كبيره جدا حواليهم، لكن حمدي يمكن من اللعيبه اللي جت اقول ايه مش في خفاء بس جت بالراحه كده ومع ذلك من افضل، مش انا مش بقول كده عشان هو معانا على الهواء، من افضل اللعيبه اللي جت ودخلت في فرقه النادي الاهلي بسرعه. صحيح. وتحس انه لعيب عنده شخصيه النادي الاهلي. كابتن حسام برافو عليك، كنت لسه اقولها لك، عنده يعني يستحق يرتدي الفانيلا الحمراء اللي هي زي انت قلتها دلوقتي شخصيه النادي الاهلي، من حيث الالتزام، من حيث الامكانيات الفنيه، من حيث الالتزام الخططي، من حيث الجهد والتفاني باخلاص جوه الملعب، من حيث الاداء الفني كمان سواء في التمرير سواء في التكمله على المرمى بيعرف يجيب اجوان، ومن اللعيبه اللي بتجيب اجوان في الكرات الثابته ما بيطلع بدماغه او تسديد من الخارج في الكرات العاديه المتحركه او. فهو بصراحه لعيب مؤثر ومن اكثر اللعيبه اللي زي ما قلت لك دخلت في فرقه النادي الاهلي بسرعه بدون ضجيج، وبقى واحد من الناس المهمه جدا. وكمان كنا زعلانين طبعا الفتره اللي هي بتاعت اصابته، لكن طبعاً الحمد لله يمكن فتره كورونا زي ما في فتره ضرت ببعض الناس، الفتره دي برضو الحمد لله الاربع شهور اللي ما تلعبش فيهم كوره رجعوا حمدي بسرعه ودخل تاني في الفرقه، وربنا بقى يحفظه من الاصابات وان شاء الله يعني نشوفه في منتخب مصر. كنت لسه هكلمك على منتخب مصر يا كابتن. حضرتك كنت بتدربه في المنتخب الاولمبي وهو طبعا انضم لمنتخب مصر لكن حظه سيء شويه، شايف دور حمدي فتحي ايه على المستوى الدولي ان شاء الله؟ واحنا عارفين عندنا مباراه كمان قويه في نوفمبر اللي جاي مع طبعا مع منتخب كبير، وكابتن حسام البدري بيحضر من دلوقتي اوراقه، دور حمدي فتحي ان شاء الله ايه في المنتخب يعني المباراه اللي جايه؟ لا طبعا الكابتن حسام عارف حمدي كويس، وزي ما قلت لك اشتغل معانا في المنتخب الاولمبي فتره، وبعدين هو كان ضمه فعلا للمنتخب الاول، يمكن الاصابه هي اللي عطلته، لكن يعني حتى في اول مشاركه ليه او ثاني مشاركه جاب جون، وكان الفترات اللي لعبها كان شكله كويس، وانا اعتقد المركز بتاع الوسط المدافع في وسط في مصر يعني العدد اللعيبه اللي فيه دوليين
مش كتير قوي يعني من المراكز اللي فيها يعني حاجه ملحه، الواحد زي حمدي، واحد زي عمرو السوليه مع طارق حامد، مع اللعيبه اخرين دونجا، يعني في كام واحد كده هم اللي يعني اعداد مميزه، اعداد قليله شويه نقدر أيوة. يعني تتعدى على صوابع الايدي زي ما بيقولوا يعني. ايوه، فحمدي سنه صغير زي ما قلت لك، عنده مقومات اللاعب المخلص المتفاني الملتزم خططيا الجريء اللي عنده شخصيه في الملعب، وكمان مع القدرات ديت الدفاعيه والشخصيه أيه. كمان بيعرف يلعب لقدام وبيعرف يجيب جون وبيعرف بيشتغل كصانع لعب، فهو ان شاء الله ربنا يوفقه الفتره الجايه كمان ان شاء الله الكابتن حسام يضمه ويبقى واحد من اللعيبه بعد كده المؤثرين مع المنتخب المصري ان شاء الله يعني. ان شاء الله. كابتن حمدي، ايه رايك بقى في كلام خبير خط النص؟ بشكره طبعا وبقول له يعني ربنا يخليك، يعني انت بصراحه مش عارف اقول له ايه يعني. لا هو طبعا من لا انت تستحق يا حمدي والله، انا مش بقولها هو كابتن اسامه هادي كده على طول يا كابتن اسامه يعني واضح انه كمان يعني هادي جدا ويعني واضح ان هدوءه دوت كمان بيبقى في المعسكرات واضح هدوءه، لكن احنا كمان بنحب وانت لعيب كره وعارف عايزين جوه الملعب لا يكون صوته عالي ولازم يكون مور اكتف يعني. لا لا ما هو جوه الملعب بيبقى مختلف حاجة تانية. لكن صحيح. احنا والله يعني انا شايف ان احنا محتاجين النوعيه دي صحيح. اللي هي صوتها قليل بس فعلها كتير صحيح. مش عايزين العكس للاسف مزبوط. للاسف بقت في لعيبه صوتها في الاعلام وفي المشاكل وفي الـ يعني الـ 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 مش عايز اقول كلمه يعني وحشه بس يعني اعلى من فنياتها يعني اعلى يعني بتاخد صيت بمشاكلها اكتر من لعبها، لكن احنا نتمنى اللعيبه يعني يمكن هاني رمزي كان واحد من الناس ديت اللي هو صوته قليل بس متفاني جدا، رغم انه راجل لعيب لعب في اوروبا وبتاع، كان بيجي في المنتخب بيبقى متواضع وبيتفانى في المنتخب فحمدي احنا يا ريتنا نلاقي النوعيه دي اللي هي صوتها هادي لكن هي فعلها كبير في الملعب يعني صحيح. حمدي شخصيته طبعا في الملعب يمكن هو بره هادي شويه، لكن في الملعب راجل تحاماته قويه وشخصيه وبيتكلم وجريء ويعني بيبان في لعبه يعني صحيح صحيح. وهو ده المطلوب يا كابتن اسامه. ايوه ايوه هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا عايزينه صحيح. هو ده احنا ياما انا هو ده اللي انا بقول لك اللي انا احبه انه الفعل وبنفتقده يا كابتن اسامه، الفعل اكتر من الكلام وبنفتقده يعني برضه وبنفتقده ما ايوه احنا عايزين الفعل يبقى اكتر من الكلام يعني احنا عايزين الفعل يبقى اكتر من الكلام صح صحيح. بشكرك جدا يا كابتن اسامه. شكرا جزيلا. لا شكرا جزيلا. شكرا جزيلا كابتن اسامه عرابي طبعا من نجوم وسط الملعب ومن الناس اللي حققت تاريخ مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر، وكان مدربك في المنتخب الاولمبي يعني انت برضو اتكلمنا عن ذكرياتك الخبريات الخبرات اللي خدتها من كابتن اسامه حتى على المستوى زي ما بيتكلم كابتن اسامه كمان كان من اللعيبه الهاديه، كان من اللعيبه اللي افتكر ما يمكن انذاراته قليله جدا، ما عندوش مشكله مع اي حد، فده الشخصيه بتاثر عليك، وكمان على الجانب الفني كان لعيب كبير يعني اثر عليك ازاي كابتن اسامه في فتره المنتخب الاولمبي؟ لا وعلى المستوى الشخصي انا بحبه جدا يعني وبتمنى له التوفيق، هو كان على طول اكتر واحد كان بيتكلم معايا ان انا كنت الفتره دي كنت في دمنهور فكان الموضوع صعب شويه فاكتر واحد كان بيتكلم معايا انت جاي وانت اصبر اتمرن كويس لا يعني هو مش شخصيه شايفك برضه مش الشخصيات اللي انا بحبها جدا يعني. طب كابتن حسام البدري؟ لا كابتن حسام برضه بشخصيته اللي انا بحبها اكيد يعني هو بصراحه دخلني في وقت الفتره اللي فاتت وصف وصفيه ولعبني ماتشين يعني حتى ماتشين جبت جونين في الماتشين نزلني الماتشين فلا يعني على المستوى الشخصي هو باين يعني انه بيحبني وانا بحبه على المستوى الشخصي. هو مهم يا حمدي انك تبدا مشوارك على المستوى الدولي بانك بتحرز هدف، وده بيديك ثقه في نفسك وبيدي ثقه للجماهير. انت بقى كمان كرؤيتك كلاعب دولي شايف رؤيتك ازاي لمشوار منتخبنا رغم طبعا الصعوبات اللي اكيد بنمر بيها في الكره المصريه عامه والدوري وكورونا والتوقفات ودلوقتي كل 3 ايام ماتش،
شايف مشوار منتخبنا ازاي الفتره اللي جايه مع كابتن حسام ومعاكم انتوا كلاعيبه يعني؟ لا هو بص يا كابتن، الفتره اللي اول ما كابتن حسام مسك كان الفتره دي كانت صعبه علينا كلنا، كان الدوري توقف تقريبا، توقف شهر، فاحنا كان تقريبا احنا جينا من الامارات باين معسكر على هنا على طول. كان الدوري كان موقوف، كان اللعيبه اصلا ما فيش ماتشات وما كانش حد بيتمرن، كان الموضوع كان صعب شويه، عشان كده كان مؤثر علينا. بس أكيد كان في تواصل صح؟ ولا ما كانش بيبقى في التواصل ده كان صعب؟ تواصل ما بين مين؟ ما بينكم انتوا وكابتن حسام يعني لما توقف كان في هو كان التوقف على المستوى الدوري، الدوري كانت وقف. ايوه فاحنا اتجمعنا في هنا قبل، حتى قبل المعسكر بفتره لعبنا ماتشين تقريبا او ماتش ودي، ما لحقتوش يعني. فلا ما لحقناش الفتره دي، حتى هو ما لحقش يعمل حاجه، فاكيد الفتره الجايه نبقى واقفين على رجلينا، فاكيد هنحقق حاجات كتير. انت شايف الفتره الاولانيه لولايه كابتن حسام، الفتره يعني الاولى من المعسكر، اثرت بشكل كبير على ادائكم؟ لان ما كانش في استعداد بشكل كويس، الدوري كان واقف، يا دوبك لعبتوا مباراتين وديه، فده اثر على المستوى الفني لكن الضغوط كمان كبيره. انت دلوقتي عندك لعبت ماتشين، اتعادلت الماتشين، فالضغوط كبيره الفتره اللي جايه، عندنا مباراه في نوفمبر وعندنا بعديها كمان تصفيات كاس عالم. يعني انت شايف عوده الدوري دي كانت في مصلحه كبيره جدا كمان على المنتخب المصري؟ اكيد يعني انت حضرتك عارف لو ما كانش في دوري كان الموضوع هيبقى صعب جدا، كان هيبقى في منتخب الفتره دي كمان، كان هترجع على تلعب ماتشات وانت اصلا مطالب منك اللي انت تكسب الماتشات الجايه كلها، انت تعادلت ماتشين يعني، فكان الموضوع كان هيبقى صعب يعني. فاكيد الفتره الجايه الموضوع هيبقى احسن، ان احنا الدوري شغال دلوقتي وبطوله افريقيا والدوري الجديد هيبقى بعده على طول، فاحنا نبقى واقفين على رجلينا. بس ما كلمتنيش عن علي معلول برضه. تهت مني برضه. بص يا كابتن علي، لا علي صاحبي جدا يعني، علي جنبي في الاوضه، احنا قاعدين جنب اكتر يعني، اكتر واحد بتكلم معاه، واحنا لما بروح النادي اكتر واحد بتكلم معاه، بنتكلم معاه. هو على المستوى الشخصي لا يعني، شخصي متربي وشخص محترم، وانا يعني انا بحبه وهو بيحبني بصراحه، وكل الفرقه يعني، كل النادي بيحب علي معلول، وجمهور النادي طبعا، جمهور النادي الاهلي طبعا. فانا بتمنى له التوفيق دايما، ودايما محقق نجاحات كبيره مع النادي الاهلي. لا ما انت لازم تقول لنا برضه، تدخلنا في شويه كواليس كده. كل الكلام بيقول لا والله يعني مفيش حاجه كده، ايه دخلتنا فيها جوه. بس هو خلاص علي بقى مصري، كل واحد في اوضه صح؟ انت في الاوضه وهو في الاوضه، وتقول لي اكتر واحد بكلمه ازاي من اوضه؟ لا في الاوضه في المعسكر. لا في اوضه اللبس، مش اوضه اللبس. طيب لا بتكلم في المعسكر يعني، احنا حاسين كمان ان هو يعني، وجماهير النادي الاهلي حاسه ان تحس ان علي معلول واحد مصري الهوى، هو موجود في النادي الاهلي خلاص بقى مصري يعني. ما هو باين حتى بشوفه بيتكلم تونسي يعني، قليل قوي لما بيتكلم، يمكن بيتكلم مصري معاكم انتوا تحت ده خلوا اي حد يتكلم جوه اوضه اللبس. جاي بيتكلم معاه، بيقول لك دمه خفيف زي جايب يتكلم، جايب يتكلم مع عربي دلوقتي كله اكتر مننا. بس يعني لا علي انا على المستوى الشخصي بحبه يعني، احنا على طول بنتكلم مع بعض، هو دمه خفيف جدا يعني. الواحد بيحبك قوي على التليفون، بس قول الو. الو يا حبيبي، اولا الحمد لله على السلامه، وانت اضافه كبيره جدا لخط وسط الاهلي، وانا بستمتع لما بتفرج عليك. انا اسمي بيومي فؤاد. لا ده عارفك قبل ما تقول اسمك يا فنان. ربنا يخليك يا رب. ده عارفك وانا كمان والله بحبك جدا على المستوى الشخصي. حبيبي 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 والله العظيم، انا سعيد جدا، وانت فعلا اضافه، وكنا مستنيينك ترجع من الاصابه، والحمد لله ربنا لاعيدها تاني، وترجعوا بقوتكم بقى تاني عشان الاهلي يفضل في مكانه اللي احنا عارفينه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله استاذنا يا فناننا، منورنا في البيت الكبير كالعاده. ربنا يخليك والله، منورنا دايما وبتشرفنا دايما. عايز اقول لك مبروك مبروك على حاجات كتير، مبروك الدوري على الكوره والطايره فانجازات الحمد لله كلها. بس اكيد طبعا احساسك برضه، عايز اخد احساسك كمشجع. احساسك ايه ان شاء الله الفتره اللي جايه؟ احساسك ايه طبعا انجازات النادي الاهلي والدوري، وكمان بقى ناخد احساس الجماهير شويه من لقاء الوداد اللي جاي. شوف انا لاول مره اتفرج على الاهلي من بعد ما ياخد الدوري على ماتشات، لان انا بعتبر ان الماتشات دي فاكرناها استعداد كلها للماتش اللي جاي. صح. انا عايز اطمن يعني، دايما ما بحبش اتفرج ابدا كابتن هاني على ماتشات التحصيل الحاصل دي. يعني حتى ماتش، لو حكيت لك انا ماتش مصر والسعوديه اللي في كاس العالم، من بعد ما السعوديه خرجت ومصر خرجت ما رحتوش. الوحيد اللي ما اهتمتش معايا التيكت ان انا رحت الاستاد.
ما رحتوش، مش مهتم مين اللي يكسب السعوديه او مصر من منطلق خلاص انا كنت عاوز اوصل بقى للنهائيات زي ما بيتقال يعني. دلوقتي انا بتفرج على ماتشات الاهلي من منطلق ان كل مره فايلر بيغير الفرقه او بيلعب بتشكيل جديد او بينزل حد تاني او الكلام ده اطمن باذن الله عشان ماتش الجوده. بتتفرج انك بتطمن بتطمن على الفرقه يعني. بالظبط عشان بطمن على الفرقه وبستمتع بقى لان الاهلي من النوع ان لما يضمن النتيجه بيمتعنا. يلعب براحته بقى. بيمتعنا. توقعاتك لمباراه الوداد ايه بقى من خلال متابعتك للموسم ده كله يا استاذ بيومي؟ باذن الله ان شاء الله نعمل نتيجه ايجابيه هناك باذن الله. وباذن الله ان الماتش ده نخلصه ويبقى من الماتشات السهله والماتشات الجميله والماتشات القويه. يا رب. النادي الاهلي زي النجم الساحلي اللي ما كان عندنا هنا. وانا عندي احساس ان الراجل فايق وان اللعيبه فايقه جدا واللعيبه مصره وربنا يوفق يا رب والنهائي يبقى مصري اصلا يعني. نتمنى كلنا طبعا ان يكون النادي الاهلي طرف في النهائي اكيد، والتمني الاكبر كمان ان الكاس ما تخرجش من مصر يعني. يعني وجود نادي الزمالك في النهائي ده شرف اولا للكره المصريه، يكون موجود نادي الزمالك وتدي انطباع ان احنا بقت مصر كمان على المستوى الافريقي لا ماشيين بشكل جيد جدا. فان شاء الله الاول اكيد بنتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي يكون موجود في المباراه النهائيه ويحصل على الكاس اكيد ان شاء الله باذن الله. وحاجه عظيمه جدا موافقه النادي الاهلي ووقوف جنب دوله بقى او جنب المملكه المغربيه تاجيل في الموضوع في التاجيل والكلام ده شيء عظيم وشيء مشرف، مع ان زمان قوي الكابتن هاني اللي افتكر الحاجات ديت احنا في 81 كان عندنا ماتش مع احد الفرق كان بطل الجزائر ساعتها اعتقد مولوديه الجزائر وطلبنا التاجيل عشان الاحداث اللي كانت حصلت بعد بكر الرئيس سابق السادات رفضوا التاجيل فاضطرينا ان احنا ندخل البطوله يعني. تمام. ما بقولش ان احنا نعمل زي اي حد في الدنيا، ده كان موقف مشرف من النادي الاهلي عشان فيه ظروف كورونا والكلام ده وبتاع، مع ان ممكن جدا يكون بالنسبه لنا لو طلبنا ان احنا لا مش هنأجل او الكلام ده نستغل فرصه ان هم عندهم كتير ناقصين في صفوفهم، لكن مش الاهلي ابدا يعني. استاذ بيومي كلام حضرتك ده لما وانت بتفكرنا دلوقتي عن التأجيل فكرني برضو بالكلام الكتير اللي حصل حوالين التأجيل والمبالغه اللي حصلت في الموضوع، وقال لك تأجيل لا الغاء لا كذا. الاشاعات دي انا دايما كنت اسمع نجوم الفن اللي هو بيطلع عليهم دايما الاشاعات دي، وانتوا يعني وصلتوا يعني لمرحله خلاص ان انتوا يعني بقيتوا بقى ايه يعني بتتعاملوا بطريقه طبيعيه مع الموضوع ده. بحس ان عالم كره القدم والنادي الاهلي بالذات بيواجه النهارده كم اشاعات ومبالغات حواليه رهيبه جدا. تابعت بقى الجدل ده ازاي من اول ما قال لك لا ده اشمعنى اجل، لا ده كان قصده يلغي، لا ده مش عارف مين سافر وراح مين جه، انت كنت بتتابع ده ازاي وتاثيره على ناديك كان ازاي، كنت بتشوفه ازاي؟ التاثير على ناديك احنا عارفين كويس قوي انها اشاعات، واللي عارفين الاهلي نادي بقيم ومبادئ وعارف هو بيتعامل ازاي. الحاجه الثانيه والمهمه جدا يعني انا بريح دماغي وبتصل بحبايبي في قناه الاهلي واقول لهم ما كنت ده حقيقي ولا مش حقيقي وتتاكد انت بنفسك بتاكد بنفسي من الموضوع يعني. لكن عايز اقول لك يعني احنا من ثلاث اربع اسابيع عقلوا فايلر مشي اصلا. فاكر خلاص اصلا يعني مشي والكلام ده ومش عارف ليه ما بيحرجوش يعني. انا لما اطلع اشاعه او انا اقول خبر بلاش اشاعه اقول خبر ويطلع كذا يعني هتكسف واسكت بقى يعني خلينا وانت متعود يعني. شايف ان ده في النهايه مش بيأثر على النادي الاهلي، في كل الاحوال بيتم التعامل معاه بشكل بروفيشنال جدا انه قديم قوي. طب ونجمنا اللي بقى الموجود، وعلى فكره نجمنا برضو حمدي ايد الكلام ده ان احنا يعني لعيبه النادي الاهلي ما بتبصش وراها ودايما مركزين. فكمان تقول ايه يعني حمدي فتحي انت كمان شايف دوره ايه جوه النادي الاهلي؟ وخلي بالك كنا بنتكلم كمان مع الكابتن اسامه عرابي واتكلمنا مع بعض النجوم ان ريحه حمدي فتحي من ريحه النادي الاهلي، ان حمدي فتحي في شخصيه بالضبط. النادي الاهلي بالظبط لعيب راسي لعيب عارف انت بيرجعنا للمعلمين بتوع خط النص. تمام. لعيب راسي ولعيب عارف كويس قوي لما بينزل يعمل ازاي، لعيب مميز جدا لعيب كمان
في فرق عندنا كده بنقولها في التمثيل، يعني ما بين ممثل بيقول الكلام اللي بيجيله وممثل تاني كرييتيف خلاق يعني زي ما بيتقال. فحمدي من النوع اللي بيخلق لنفسه الفرصه وبيخلق لغيره الفرصه، اولا ممكن بمجهود قليل قوي، يعني بكتشف ان حمدي يمكن اقل الناس عرقا دي، مع انه بيعمل مجهود كبير بس تحس انه بيعمل مجهود كبير قوي بس بيشغل مخه. ودائما وابدا المدرب الخواجه المدربين الاجانب بيحبوا اللعيب الذكي، لان ممكن لعيب تاني يبقى عنده مهاره عاليه جدا لكن انا اسف درجه ذكائه او درجه تصرفه يظلمه زي ما بيتقال. واكم ما لقينا ناس كتير عندنا كانوا حريفه جدا لكن درجه الذكاء بتاعته، هو في لعيب ممكن يعمل نص الجهد يعمل تلتين الجهد بالظبط عن لعيب تاني بس يوصل بنفس الموضوع. فاحنا بنبقى محتاجين امثال حمدي فتحي عشان ذكائهم، هو لعيب ذكي لعيب عارف هو بيعمل ازاي، لعيب المدرب يعرف يستغله في اكتر من مكان، انا بعتبره جوكر. الجوكر طبعا عايزين نسال بقى الجوكر وندخله معانا في الحوار. جوكر انت مين على المستوى المثل الاعلى؟ كل لعيب عنده مثل اعلى كده، وانت صغير كنت بتعجب بمين او نفسك تكون مين على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي؟ لا في المستوى المحلي طبعا كان كابتن حسام غالي وكابتن محمد شوقي وكابتن حسام عاشور. كابتن حسام غالي بعد محمد شوقي وحسام عاشور. طب انت عامل ميكس حلو قوي. بتفرج عليهم على طول، يعني انا دايما بتفرج عليهم، لازم ماتشاتهم كنت قاعد بتفرج على الثلاثه يعني. يا فنان واخد وانت استاذ بيومي يعني الفنان زي ما بقول لك حمدي نقى ثلاث اسماء كل واحد فيهم ميزه، يعني حسام غالي بيبقى ليه ستايل معين وبيتكلم على شوقي ستايل مختلف، وكل واحد دور وكل واحد مختلف وطريقه لعبه مختلفه بتاعت كل واحد عن التاني. صحيح فهو عمل ميكس كده يعني على المستوى الدولي. بالظبط المستوى الدولي. لا الدولي اللي هو الدولي يعني مين على مستوى العالمي يعني العالمي. كنت فتره بحب بوسكيتس جدا يعني. بوسكيتس ايوه ما بقتش تحبه خلاص عارف لا يعني الفتره اللي كانت برشلونه فيها كان برشلونه انت كتالوني طبعا يعني بعد ما طبعا برشلونه واللي بيحصل فيها وميسي. يا فنان انت كتالوني ولا مدريدي؟ انا مدريدي. مدريدي رد عليه بقى. رد عليه. لا طبعا يعني حمدي من النجوم الكبار اللي مشرفينا، وزي ما بتقول يا فنان في ريحه النادي الاهلي وده مهم جدا، في شخصيه جد. النادي الاهلي ولسه يا رب ان شاء الله. وقلت ان هو ما خدش فتره طويله خالص ان الجماهير بدات تحبه، وده ما بتحصلش مع لعيبه كتير يعني جدا. انا بس عايز اقول لكابتن هاني الكابتن حمدي ويوصل الرساله دي لكل اللعيبه، اتفضل الماتشات اللي جايه انزلوا استمتعوا، انزلوا انبسطوا، انزلوا استمتعوا، انزلوا انبسطوا، متعونا، خدوا بالكم من رجليكم، ابوس ايديكم. خدوا بالكم من رجليكم، خدوا بالكم من رجليكم، ابوس ايديكم. حلوه دي ستراب. دي لا ان شاء الله خير. وانا دي رساله مهمه منك يا استاذ ايوب. رد عليه بقى، رد عليه، ربنا يبعد عننا العين. انا بشكره طبعا، وانا على المستوى الشخصي انا بحبه جدا وبتفرج عليه على طول. ربنا يخليك حبيبي، ليا الشرف وبتمنى له التوفيق يعني دايما ان شاء الله يعني. شكرا حبيبي جدا. طب بقى حاجه في الريستوران عندك؟ حاجه هجيب حمدي ونجيلك ان شاء الله. يا سلام ده انتوا كوروني. انا مش هينفع ياكل الاكل اللي عنده استاذ بيومي اصلا. لا ينفع والله، وساعات ينفع بس ينفع بعد ماتش ان شاء الله كده. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله نورتنا، نورتنا، نورتنا في صوتك، نورنا. شكرا خديجه، شكرا ليك. الناس يعني الناس بتحبك جدا، وطبعا يعني كل الناس بس كابتن فضل. هاني مش بس فايلر اللي مؤمن بيه يعني، ده لاسارتي في الاول وكابتن سامي قمصان والنجوم كلها ما شاء الله واللعيبه في كده ايه يعني، علاقتك بتجمعك يعني ما بين الناس كلها، في علاقه كده ايه يعني من نوع خاص بينك وبين كل النجوم. الحمد لله طبعا انا بشكر ربنا على الحب ده يعني. انا بشكر ربنا طبعا، ومن ساعة ما جيت بصراحة كل الناس بتوقف جنبي وبتساعدني ودعم ليا يعني، أكتر الناس كمان جمهور النادي الأهلي في ظهري على طول يعني، حتى لما اتصبت بصراحة يعني هم كمان الأكبر إن هم رجعوني يعني بيرجعوني بسرعة، فبشكرهم طبعا وبقول الحمد لله يعني على النعمة دي. نعمة حب الناس. ده حقيقي ثقة كبيرة، وخلي بالك الثقة دي يعني الناس بتقعد كتير قوي يعني بتقعد سنين عشان تاخد ثقه الجماهير. زي انت بتقول ربنا كرمك بحاجه كويسه وانت فعلا تستاهلها وتستحقها ان شاء الله يعني كده، اللي تبقى
بطل ان شاء الله وبطوله افريقيا وتروح كاس عالم وكاس قصدي المنتخب الوطني وتحقق حاجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله نطلع فاصل. نطلع فاصل. طب نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه مكملين في البيت الكبير مع النجم الكبير كابتن حمدي فتحي اللي برحب بيه مره تانية ومنور بيتك. انورك الله. منور يا حمدي. في فتره من الفترات كان قريب قوي فكره انضمامك لنادي سموحه. ايه اللي حصل في الموضوع دوت؟ ما انضمتش ليه؟ بس انا كنت في تروجيت تقريبا كنت في تروجيت اعاره من انبي. فانا كنت ماضي وصل امانه من انبي عشان طالع اعاره، كنت متشال من القايمه، ماضي وصل امانه ب 2 مليون جنيه. وصل امانه؟ ان انا اطلع العب اعاره يعني. تمام. سنه. فالكلام جه حد من الوكلاء يعني قريب من استاذ فرج تقريبا. ان هو اتكلم معايا فكان عايز كان ال 2 مليون جنيه كان هيدفعوا وانا اروح سموحه. انت تروح سموحه. يعني. بس بصراحه لا انبي كلموني فانا رفضت كده، وانا كنت يعني بحترمهم جدا، وحتى كابتن عبد الناصر كلمني ساعتها وقلت له لا انا هرجع تاني النادي وانا موجود معاكم يعني. طيب قبل ما نوصل لامبي خلينا برضو نرجع الناس معانا شويه. بداياتك انت يعني حمدي بدا الكوره ازاي؟ يا ترى زي ما كتير من لعيبه الكوره بداوا بيلعبوا في الشارع، يا ترى يعني خلال التقرير عرفنا انك بدات تخش، بس عايزين نعرف كواليس ما قبل الاحتراف كره القدم قبل ما الناس تعرف حمدي فتحي، نعرف قصتها ازاي. انا كابتن روحت دمنهور. دمنهور. وانا عندي 11 سنه، كان في مجموعتين ساعتها، مجموعه ب ومجموعه الف. المجموعه ب دي كان زي مدرسه كوره، بندفع فلوس فجي كابتن اسمه مجدي شافني وانا بلعب في مجموعه ب دي، فقال لي تعالى وانت هتبقى موجود معانا في مجموعه الف. فقعدت بقى 8 سنين تقريبا في الناشئين، 8 سنين طلعت درجه اولى. رحت كام سنه؟ 11 سنه. وانا عندي 11 سنه. وكابتن مجدي ده هو اللي شاف ان حمدي لازم يكون في المجموعه الاولى اللي هي المجموعه. فطلعت 8 سنين في الناشئين. تمام. طلعت درجه اولى اللي هي السنه اللي احنا صعدنا فيها ممتاز. لعبت سنه واحده اللي هي اللي صعدنا فيها وسنه الممتاز. يعني لعبت ممتاز بيه سنه بعديها على طول صعدت الدوري ممتاز. لعبت سنه ممتاز وبعدين رحت ام بي بعدها على طول. وبعدين بأول سنة ما كانش في توفيق فما لعبتش كتير. لعبت 5 ماتشات فروحت بقى بتروجيت لعبت سنة ورجعت تاني إنبي لعبت سنة ونص وبعدين جيت الأهلي. كان مين أصلا اللي اكتشفك؟ فين؟ مين اكتشفك كلاعب كرة قدم؟ مين أول واحد اكتشفك؟ كابتن مجدي برضو ولا لأ كنت أنت قبليها؟ لا أنا كنت بحب الكورة وأنا صغير. بالظبط. كان عندي هواية وأنا صغير فكان في اختبارات كده في دمنهور إن في مجموعة بيه إن أنا هروح ألعب معاهم، بدفع فلوس 25 جنيه في الشهر. هروح ألعب. فكان عندي بقى طموح إن أنا أطلع بقى الناشئين وأطلع بقى في دمنهور. كان عندك طموح؟ بالظبط. يعني كنت بتفكر فيه وأنت صغير كده؟ بالظبط. تمام. فالحمد لله يعني ربنا وفقني في لما طلعت حتى اول سنه درجه اولى لعبت سنه واحده اللي هي الممتاز بيه ممتاز بيه وصعدت صعدت اللي هي سنه الممتاز وبعدين رحت انبي بقى. كنت حاسس او كان في دماغك برضو ان انت يكون هدفك انك تدخل النادي الاهلي؟ بالظبط. كان كان عندي وانا صغير بصراحه يعني انا حتى لما اول سنه لعبتها ممتاز في دمنهور كان هدفي ان انا اروح النادي الاهلي. كان عندي تقريبا 19 سنه. كنت بصراحه كنت بموت نفسي يعني حتى لما جيت رحت انبي اول سنه كان جاي لي عروض كتير في السنه دي فانا اخترت انبي. رحت اول سنه لعبت ما لعبتش اول سنه ما وفقتش رحت بقى بتروجيت رجعت انبي تاني فالحمد لله يعني ان انا في الاخر موجود في النادي الاهلي. انت يا حمدي في مدربين زي ما بقول لك بيكون ساعات ليهم بصمه كده، واعتقد كابتن طارق العاشر كان هو اللي جابني انبي من اول سنه. يعني مشوار انبي انت قلت اول سنه ما كانش فيها. طب مين كان ماسك ساعتها مدير فني في الفتره اللي انت قلت لا يعني ما لعبتش فيها كتير؟ اول سنه كان كابتن طارق مشي، كان حضرتك ماسك في الاول. وبعدين جالنا كابتن حماده صدقي. كابتن حماده صدقي. وبعدين كابتن علاء عبد العال، ومسك كابتن خالد متولي تقريبا كم ماتش وبعدين كابتن علاء عبد العال. يعني في مدربين اتغيروا خلال الموسم ده كتير. ورحت انت شايف ان تألقك في بتروجيت، انت رحت بتروجيت. رحت بتروجيت عملت شكل كويس. ورجعت تاني
ورجعت تاني انبي. رجعت تاني انبي واللي فرق معايا اكتر السنه دي في تروجيت الكابتن طلعت يوسف بصراحه وكابتن محمد يوسف. كابتن محمد يوسف ليه تاثير كبير في حياتك. بالظبط يعني اتنين فرقوا معايا جدا السنه دي، وحتى رجعت في اول السنه كان الكابتن طارق بقى رجع تاني. رجع تاني الانبي. ومسكنا بعدها كابتن ايهاب جلال، كابتن طارق مشي وجي كابتن ايهاب جلال. و لا كانت السنه دي يعني سنه انبي دي سنه انبي دي كانت من احسن سنين اللي لعبتها، من احسن سنين اللي لعبتها. وبدا بالرغم كل يعني بتطلع انبي وبتروجيت وبعدين ترجع انبي تاني، اللي كان دايما هدف في دماغك ان انت تارجت النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما موجود في دماغك. وكان تعرض يعني كان في عروض كتيره، لكن انت صممت كمان انك تكون موجود في النادي الاهلي. بالظبط، كانت اسطموح لاي حد يا كابتن، اي حد يتمنى يلعب في النادي الاهلي او يلبس تيشيرت النادي الاهلي يعني. كان السبب بعد ربنا كابتن محمد يوسف هو اللي كلمك؟ كابتن محمد يوسف. كابتن محمد يوسف وكابتن محمد فضل هم اللي كلموني في نهايه الموسم بتاعت انبي، فما حصلش نصيب. فروحت في يناير، جيت في يناير النادي الاهلي. دخولك بقى النادي الاهلي في الاول انا كابتن الفتره دي يعني حضرتك مش عارف، انا قعدت 45 يوم ما بتمرنش مع الفرقه في انبي. 45 يوم ما 45 يوم ما بتمرنش، حصل بقى ايقافات وبتاع، وانا قاعد في البيت ما يعني انا كنت بروح التمرين بس ما بنزلش مع الفرقه. اتكتب بقى في انبي ان انا ده علشان هو انت ممنوع من التدريب ولا ممنوع عشان كنت مصمم ان انا. كان في ضغوط كبيره عليك. كان في ضغوط. يعني كان كل شويه كانوا بيقعدوا معايا ثلاث شهور، اقعد معانا ثلاث شهور وروح في اول السنه. فلا يعني انت كنت رافض؟ كنت رافض عشان هم رفضوا في اول السنه، يعني هم رفضوا في اول السنه ان هم يسيبوني. فانا كملت معاهم ست شهور وما قصرتش معاهم في حاجه. لا يعني ده حقيقي. بصراحه فحتى لما جيت كلمت استاذ زكريا فبصراحه اتكلم معاه. زكريا محترم جدا. اتكلم معاه باحترام جدا، قال لي يا حمدي الناس تيجي تتفاوض وانا هقعد معاهم انا وهخلص الموضوع. حتى الموضوع ما خدش يومين ساعتها لما استاذ زكريا دخل في الموضوع يعني. بس كان في ضغوط عليك على مستوى الفني، على مستوى خلاص يعني احساسهم ان انت خلاص طالما مش عايز تجدد يبقى خلاص ما تلعبش وما تتمرنش. ده نوع من انواع الضغط، الضغط الفني، انك بتبعد عن الملاعب، وبالتالي انت كمان فكرت تتاثر هو عملية ضغط انك خلاص ماشي ممكن اكمل معاكم ست شهور تاني، لكن انت كنت مصمم تماما انك تكون موجود في النادي الاهلي. هو كابتن هي الفتره الاولانيه المشكله الاهلي جالي في اخر اسبوعين قبل القيد، فكان الموضوع صعب بالنسبه لهم. فكانت خالد متولي كان ماسك فرفض يعني، فقعدت انا احاول لاخر ساعه حتى حصل مشاكل. كلمته انت شخصيا؟ كلمت كابتن خالد. قعدت لاخر ساعه بحاول لاخر ساعه في القيد والنادي الاهلي بصراحه ما قصرش في حاجه الفتره دي. قعدنا نحاول لاخر ساعه في القيد فهم كانوا رافضين تماما. فلعبت الست شهور، جيت قعدت معاهم وبتاع، قال لك لا مش هتمشي، هتمشي في هم متمسكين بيك علشان انت لعيب كويس يعني. هم فهم قالوا لا مش هتمشي. فانا بصراحه لا يعني كان نفسيا حتى كان لا الموضوع كان هيبقى صعب بالنسبه لي ان هتجيلي مرتين، لا الله اعلم المره الثالثه ايه هيحصل. ده حقيقي، ده حقيقي بالظبط يا كابتن. فانا مسكت بقى قلت لا انا يعني هقاتل لاخر وقت ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي. وده حصل حتى قعد معايا. مين كان متابع معاك القصه ديت برضو؟ كان انت ليك ايجنت، ليك وكيل اعمال يعني الموضوع ده؟ ممكن انت ساعات اللعيب لما يكون عنده ايجنت بيبقى هو بيبعده عن القصه ديت، واللعيب بيوصل له يقول له لا انا عايز كذا ويبعده عن الضغوط دي شويه. كان في حد ولا انت كنت من نفسك؟ كان في حد. كان في بس انا لا لازم انا اضغط برضو يعني. كان في عمرو بسيوني كان معايا بس انا كنت لازم اضغط لاخر وقت ان انا. بس هم كمان خلي بالك بيضغطوا على الايجنت يعني. كمان في 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 بعض الانديه تقول له طب لو كمان يعني جبت لنا عمرو يبقى انت ليك بونص كذا. بصراحه لا لا ما كانش الموضوع كده في النادي الاهلي. لا ما فيش لا كده. لا بتكلم على حتى انبي ممكن تتكلم. لا هم عايزين يحتفظوا بيك انت لعيب كويس. اصل هو في الاول وفي الاخر يعني هو بيتعامل لا انا يعني انت عايز ايه في الاخر؟ بالظبط يعني هو بيتعامل معايا ان هو مصلحتي انا ان انا عايز اروح النادي الاهلي يعني مصلحه اي حد. طبيعي. فهو كان بيضغط معايا وانا بضغط لحد اخر وقت يعني. ويمكن ده حتى سبب ان انت دخلت قلوب الجماهير من قبل حتى ما تلعب، وده يمكن اللي انت بتتكلم فيه ده واحده من الاسباب ان انت كنت متمسك قوي بانضمامك للنادي الاهلي. كلمني بقى عن مكالمه فضل وكابتن محمد يوسف لما كلموك بقى، وانت كان تدخلك ايه يعني؟ انت كنت بتتكلم معاهم ازاي؟ كان نفسك الموضوع دوت يتم باسرع وقت؟
هو كان اكتر واحد تعب معايا في الاول كابتن حمد فضل، كان تقريبا من بدايه الموسم كان كل يوم بيكلمنا على اتصال دايما. فاحنا لازم نضغط، واحنا مش هم بصراحه ما كانوش مقصرين في حاجه. وكابتن حمد يوسف برده كلمني بعدها عشان هو كان ماسك مدير كوره باين، فقعدنا بصراحه كلنا نضغط، فما حصلش نصيب في الاول، وقعدنا بقى كلنا نضغط لحد اخر وقت بصراحه يعني. وهم كانوا متمسكين بيا جدا يعني. الموضوع زي ما بقول لك بتبقى ده اللي بيفرق شويه، ان الجماهير بتحس باللاعب اللي بيشتري النادي واللاعب اللي متمسك بكيان النادي الاهلي. وفي انت عارف الضجه اللي حصلت الفتره اللي فاتت والدوشه اللي حصلت، وان خلاص ناس بتبص ان خلاص ده احتراف بقى فلوس بشكل كبير جدا بغض النظر عن بتلعب لمين، المهم بتاخد اكتر. بس من الواضح ان بتفرق الشخصيات، لعيبه بتفرق بالظبط. وان انا شايف من وجهه نظري ان حمدي من النوعيه ديت اللي بيقدر الكيان شويه، ومحاربتك لوجودك في النادي الاهلي ده بيكبرك عند الجماهير، وفي نفس الوقت تمسكك انك بتلعب ده جزء مهم جدا. فالجزء ده بتفكر فيه انت ازاي يعني، لو جالك بكره عرض كبير جدا من نادي منافس بعرض مالي مغري والنادي الاهلي بيعرض عليك حاجه قريبه، يعني بتفكر الجزئيه بتفكر فيها ازاي؟ لا انا عن نفسي انا لسه صغير، انا بفكر طموحي كله النادي الاهلي يعني. انا بالنسبه لي دلوقتي احترافي هو النادي الاهلي، ما بفكرش في الفلوس اكتر يعني. انت حضرتك عارف النادي الاهلي ما بيقفش على حمدي، ما بيقفش على حد يعني. فأي حد بصراحة يتمنى إن يلعب في النادي الأهلي يلبس تيشيرت النادي الأهلي، واللي يدخل النادي الأهلي يا كابتن هيعرف قيمته. صحيح. هيعرف قيمته بجد والله. يعني أنا دخلت، لا يعني أنا ما دخلت بهارت يعني، شفت الأجواء وشفت اللعيبة وشفت الاحترام، لا يعني حتى اتعلمنا حاجات كتير في النادي الأهلي لا يعني ما شفتهاش بره. اتعلمت إيه يا كابتن؟ لا اتعلمنا الانضباط، الاحترام، التعامل مع الناس، الكلام مع الناس، نتكلم إزاي. لا يعني ما بصراحه في انديه تانية لا ما بشوفش كده. في انديه تانية ما بتشوفش كده. بصراحه لما بتشوف الناس في الشارع بقى والجمهور بقى بيروح عليك ويتكلم معاك، ايه اكتر حاجه بيقولوها لك يعني؟ ايه اكتر حاجه انت كمان لما بتتقلك بتلفت نظرك قوي من الناس؟ والله بصي، هو الجمهور كله يعني الحمد لله بيحبني، فاكتر كلام الجمهور دلوقتي هي بطولات يعني. هم في دماغهم ان احنا لازم نشد حيلنا، بطولة افريقيا يعني، كل كلامهم بطولة افريقيا. فان شاء الله نحققها لهم يعني، نحقق لنفسنا والنادي الاهلي يعني. وانا زي ما بقول لك حمدي برضو خلي الامور ديت كل ده مطلب، ومطلب جماهيري، وانتوا كمان مطلب جوه النادي وجوه اللعيبه، ما تخليش الامور دي تبقى عامل ضغط اكتر شويه لازم. وعجبنا جدا يعني الفنان لما دخل معانا بيومي فهمي، قال كلمه حلوه، اتمتعوا اتبسطوا. في مدربين قالوا تفتكر في يعني، اصل انا سمعت الكلام ده من مدربين كبار، انك تنزل الملعب تتبسط مش معنى تتبسط تعمل اللي انت عايزك، لكن هو بيحاول يشيل الضغوط شويه. مسؤوليه يعني. انت بتحمل المسؤوليه، لكن انزل الملعب اتبسط استمتع، لكن في نفس الوقت عندك مهام وعندك اهداف وعندك خطط بتحققها يعني. صح. انا هنزل برضو يعني، انا ماشي يعني، انا هنزل امتع نفسي، بس لازم يعني ابقى عندي مسؤوليه ان انا يعني نفس كلام مدرب ما اقصرش في كوره، ان انا هنزل بقى حضرتك عارف يعني، لو هنزل بقى واحد مريح قوي فلا يبقى كده مش هيبقى صح كويس، مش هتحقق حاجه. صح بالظبط يعني. فاحنا بصراحه يعني حتى في الماتشات الوديه في النادي الاهلي لا بنبقى مركزين، الماتشات الوديه بتاخدوها جد طبعا جدا، نازلين ان احنا نكسب. في التقسيمات، في التمرين، ما فيش حد بيبقى عايز يخسر يعني. الناس الكبيره يعني ما شاء الله يعني، الناس الكبيره بيموتوا نفسهم في التمرين في التقسيمات وبتاع. فطبيعي يا كابتن ان احنا ناخد كله، لا يعني ماتش ودي ماتش رسمي، ان احنا لا يعني المسؤوليه، وان احنا نمتع نفسنا بس لازم نكسب يعني. طب قول لي الشناوي بيبقى يعني، انا شايف وانت قلت الشناوي طبعا شايل النادي الاهلي بشكل كبير جدا، وهو كمان اسم كبير وبقى رقم واحد في مصر. قول لي الناس حتى تمرينه ازاي يعني، ده في التقسيمه ده بتعملوا التقسيمه الصغيره 5×5 في المساحات الضيقه، ردود افعاله ازاي، وانت شايف الشناوي ازاي الدور الفني اللي بيأديه في النادي الاهلي السنه دي؟ بص يا كابتن، الشناوي ما شاء الله يعني من فتره كبيره قوي شغال على نفسه بشكل كبير جدا يعني. حتى في فتره كورونا كان بيجي، كنا بنتمرن مع بعض انا هو السليه ورامي ربيعه ومتولي ربنا يرجعه بالسلامه طبعا. لا الشناوي ما شاء الله يعني في التمرين لا بيموت نفسه يعني.
واحنا عموما كصغيرين لما بنشوف واحد زي الشناوي، الكابتن وليد سليمان، الكابتن احمد فتحي، الناس دي بتموت نفسها في الملعب، لا لازم احنا يبقى عندنا طاقه اكبر ان احنا نتمرن. بتشوفوا مثل ليك يعني لعيب كبير زي ده وبيتمرن كده وانت لسه لعيب يعني سنا صغير، فبيديك كمان ده. لا الشناوي بيتمرن كويس جدا يعني، بيشتغل على نفسه بشكل كبير. الدوري السنه دي وسام انت كمان بتأيديني، دوري مؤمن زكريا يعني كلكم ما شاء الله، والاحتفاليه اللي جبناها هنا في البيت الكبير ولفتكم حوالين مؤمن والصوره الجميله اللي ظهرت اللي جمعتكم كمان. يعني انت كلمني عن اللقطه ديت وشعوركم ايه لمؤمن، والدوري ده بتهدوه فعلا لمؤمن اللي يستحق يعني اكتر من كده بكتير، وان شاء الله يرجع لنا بالف سلامه وربنا يرجعه بسلامه طبعا. واحنا كلنا على المستوى الشخصي احنا كلنا بنحبه جدا وبنتمنى انه يبقى موجود في وسطنا تاني يعني، وبقول له ان شاء الله رقم 8 مستنياك، عشان هو يعني هو اداها لي قبل ما هو اداني رقم 8. هو اللي اداك رقم 8 ازاي؟ احكي لنا. انا كنت كان حصل مشكله الرقم، فانا كنت لابس 3 السنه اللي فاتت، ففي خلاف ارقام وبتاع، فهو جه قال لي حمدي انت عايز تلبس 8؟ هو قلت له طيب وانت مؤمن؟ قال لي لا خدها، خد 8. فانا بتمنى له. مش معنى هو جه قال لك كده سالك السؤال ده عشان انا هو حد اكيد حد من الاداريين قال له ده عايز رقم 8 فهو جه بنفسه قال لك انت عايز رقم 8؟ فانا عن نفسي لا انا ما كنتش اقول له يعني. ليه ما كنتش هتقول له؟ تتحرج يعني؟ مش احراج يعني، الكابتن زمون زكريا وكان موجود برضه، مش هقول ان انا عايز البس رقم 8 فالموضوع يبقى صعب شويه. فهو جه يعني رفع الحرج عنك زي ما بيقولوا، وجي قال لك انت كنت عايز رقم 8 خد رقمه. بالظبط. انت بتقول ان شاء الله يرجع بالسلامه. ان شاء الله يرجع بالسلامه وان شاء الله رقم 8 مستنيه ان شاء الله. ونهدي له كلنا طبعا، بنهدي المؤمن طبعا وندعي له كلنا والدوري باسم مؤمن زكريا، وان شاء الله ربنا يرجعه بالف سلامه الفتره اللي جايه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. كنا بنتكلم على يعني نكمل يا اتفضل. لا خلاص. لا والله ابدا اتفضل. لا كنت عايز اعرف منك الموضوع بتاع تمسكك بالنادي الاهلي، وموضوع كمان الايجنت بتاع تمسكك بالنادي الاهلي ده منعكس على اداء الجماهير، وبالتالي يعني الجزء اللي انت شايفه موضوع الايجنت، ومش عايز اخدك لحته تانية، لكن وكيلك بالظبط، وكيل هو موجود لغايه دلوقتي معاك، وكان في اشاعات شويه ان في مثلا ناس بتتباعت من بره ان عمرو السوليه مثلا جاي له عرض في ايطاليا، ان فلان الفلاني بعت له فيديو او انفيتيشن من نادي الفتره اللي فاتت بدا في عروض، حاجه جات لك من هذا القبيل ان حد كلمك مثلا او كلم الايجنت بتاعك قال والله احنا مهتمين بضم حمدي فتحي، كان في بعض الانديه المصريه الكبيره كانت مهتمه بضم حمدي فتحي؟ لا والله كابتن انا بتعامل مع واحد بس، فانا ما بتعاملش مع حد بره خالص، فلا ما حصلش معايا الموقف ده خالص يعني. وكابتن سيد عبد الحفيظ كمان، انا بس حابب كمان ان الناس تسمع منك، لان كمان الناس بتقول لك بيكون في حاجات وما حدش بيقولها، لا كابتن سيد عبد الحفيظ قال نفس الكلام ما فيش، وانت كمان الناس بتسمع منك ان لا انت ما يعني ما فيش خالص يا كابتن، ما فيش عروض، وانتوا كمان مش وقت عروض. لو في عرض يعني يجي لاي حد اكيد هيجي على من خلال النادي الاهلي، مش هيجي من للعيبه على طول مثلا. لا حمدي خلي بالك اليومين دول ممكن يكتبوا حمدي فتحي، خلي بالك في السوشيال ميديا ممكن بكره يكتب ان حمدي فتحي جاي له عقد من ايطاليا. اشاعات يعني. طبعا السوشيال ميديا ما انت حضرتك عادي في السوشيال ميديا بقى الموضوع صعب. هو اكيد يعني متيقن لده يعني، انت النهارده ما هي الاشاعات دي طالت كل لاعبتنا تقريبا صح؟ ما طالتش مين اصلا يعني، هو يعني هي الاشاعات ما طالتش مين؟ اصلي اشاعات كتير الفتره اللي فاتت واتعملت حمله كبيره علينا، بس لا يعني احنا مركزين يعني دلوقتي كنا مركزين في الدوري ومركزين في ماتشات الدوري اللي باقيه، ونركز بقى نستعد لبطوله افريقيا اللي جاي اصعب. واحنا بنقترب على نهايه البيت الكبير دلوقتي، عايزك توجه رسالتين، الاولى لجمهور النادي الاهلي، وعايزه في رسالتك دي توعدهم ان شاء الله ان احنا نتوج بالتاسعه ان شاء الله باذن الله يا رب، والتانية للعيبة طبعا. الجمهور بقول لهم بشكرهم طبعا، وبقول لهم شكرا ليكم على دعمكم ليا الفترة اللي فاتت كلها، وان شاء الله بنوعدكم ان احنا يعني نبذل قصارى جهدنا ان احنا نسعدكم في كدوري ككاس كبطولة افريقيا، وهنجتهد وهنعمل اللي علينا ان شاء الله، والبطولة ان شاء الله تكون من صالحكم يعني ان شاء الله. كلمة تقولها لزمايلك في الفريق؟
بقول لهم طبعا ان انا طبعا بحبهم وبتمنى لهم كلهم التوفيق، وان شاء الله باذن الله نكون كلنا اسره واحده الفتره اللي جايه، ونكون نحط ايدينا في ايدين بعض ونرجع بطوله افريقيا للنادي الاهلي تاني. وانا هقول لك التسعة يا حمدي ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. وانت بتتكلم من رسالتك للجماهير اكيد في صوره بتيجي قدامك قد ايه ان الجماهير انت مفتقد الجماهير. بالظبط، وخاصه في المباريات الكبيره، المباريات اللي محتاجه يعني طبعا كل الدعم ليكم، لكن انت بتحتاج في الملعب وشعورك في الملعب لما بيكون في جماهير في الملعب وصوت الجماهير بتفرق معاك جدا يعني. دي حقيقة. يعني تقول ايه الموقف بيبقى اصعب كتير وانت بتلعب يعني. بتمنى طبعا انهم يبقوا موجودين يعني معانا في بطوله افريقيا. اكيد احنا كمان نتمنى يعني. ان شاء الله. بس يعني انا لعبت في جمهور كان تقريبا في ماتش السوبر بس. ماتش السوبر بس. يعني كان كل الماتشات بجمهور بس في الدوري، بس كان عدد قليل يعني. بس لا الموضوع كان بيختلف طبعا. تماما بيختلف تماما. بيختلف. بتمنى ان هم يقفوا في ظهرنا ويرجعوا المدرج تاني باذن الله، ويفضلوا على طول دعم لينا. لا ان شاء الله باذن الله. جماهير النادي الاهلي انت عارف ما بتتاخرش، وهم احساسك في الملعب واحساس اللعيبه اكيد واصل ان يعني الاحساس واصل ان في جماهير حتى لو مش موجوده في الملعب، لكن لكن حاسين بالمسؤوليه وحاسين قد ايه جماهير النادي الاهلي يعني. وشغف الجمهور اكيد مش بيفارقهم، سواء أكيد حضروا في المدرج سواء بره المدرج سواء يعني انت اكيد كنا نتمنى معاك. بتفرق قوي يعني بتفرق جزء وجودهم في الملعب. بس ان شاء الله احنا ان شاء الله في وقت ممكن يبقوا موجودين ان شاء الله بعدد قليل يعني، ممكن جدا بعدد قليل نتمنى طبعا. كان في اشاعه كانت طلعت او الاتحاد الافريقي قال بعدد معين، لكن طبعا الكلام ده ما خرجش على المستوى الرسمي ان الكاف بيعلن حاجه زي كده. لكن طبعا احنا كلنا ثقه فيكم يا حمدي وفي اللعيبه وكلنا، وانا بتكلم باسم الجماهير، شد حيلكم، منتظرين ان شاء الله تعملوا اللي عليكم، منتظرين تموتوا نفسكم في الملعب. الاداء الفني احنا ممكن ننتقد دلوقتي شويه، ممكن نقلق شويه، لكن انتوا عارفين لما الامور بتقرب احنا، وانا بتكلم باسم الجماهير، كلنا في ظهركم، كلنا وراكم، وكل الثقه فيكم في اللعيبه والجهاز الفني، وان شاء الله تحقق لنا حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بنشكرك شكرا جزيلا. بنشكرك طبعا يا حمدي. وانا بشكرك على وقتك ده، سهرناك وتمرين بكره الساعه 5 وخلينا يبرد يعني. لا مبسوط طبعا ان انا موجود معاكم النهارده وفي البيت الكبير، ومبسوط في المكان يعني المكان الحلو ده يعني، وبتمنى لكم التوفيق دايما باذن الله. احنا كمان بنتمنى لك كل التوفيق انت وباقي فريقنا في النادي الاول، الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي، موفقين دايما يا رب، دايما رافعين راسنا ان شاء الله. دايما رافعين راسنا ان شاء الله، واحنا وراكم ودايما والاهلي رقم واحد. وان شاء الله البيت الكبير ده هيجمع ان شاء الله كل لعيبه النادي الاهلي باذن الله ببطوله افريقيا، نحتفل كلنا بالبطوله الافريقيه هنا في البيت الكبير في النادي الاهلي، في البيت الكبير النادي الاهلي. لكن نشكر تاني حمدي فتحي، وبشكر الساده المشاهدين. بكره وبعده اجازه زي ما احنا عارفين ان شاء الله، يوم الاحد من الساعه 10 للساعه 1، والبيت الكبير تصبحوا على خير.